فلامينجو البرازيلي يتغلب على الاهلي بنتيجه 4-2 ويقتنص برونزيه كاس العالم في سيناريو اشبه بمباراته مع الهلال السعودي. نرحب في البدايه بخبيرنا التحكيمي كابتن ناصر عباس للحديث على الحالات التحكيميه. تحياتي يا كابتن نور. تحياتي كابتن ايمن، تحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي، تحياتي للنجوم الكبار كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء مهوب، كابتن عبد الرحمن، كابتن بلال. كابتن ايمن، بدايه عندنا مقولة شهيرة، الحكم لما يروح للفار ثلاث أو أربع مرات تأكد تماما الحكم ما جاش النهاردة. أنا بقول أهو على مسؤوليتي، مصطفى غربان النهاردة كابتن نازل خايف من مباراة. النهاردة الفار هو اللي بيحكم، مش مصطفى غربان اللي بيحكم كابتن أيمن. النهاردة الفار اللي بيحكم المباراة، مصطفى غربان النهاردة جه المباراة ما حكمش، خاصة في القرارات المصيرية اللي هو راح للفار كابتن علاء ومش مقتنع بنصها. هو النهارده نعم كان بياخد وقت عشان كده. يعني انا بقول لك الكلام ده، انا ركله الجزاء علي معلول قعد فيها بالظبط 6 دقائق يا كابتن احمد. هو مش مقتنع، يعني هو مش مقتنع بالظبط بركله الجزاء بتاعت معلول دي نمره 1. يا كابتن مصطفى غربان، انت كنت حكم كويس النهارده، بتلعب مباراه بصرف النظر النادي الاهلي النهارده بيلعب او يمثل افريقيا، وانت بتحكم ماتش للاهلي اللي هو ممثل القاره الافريقيه، ولكن ده مش معناه انك انت النهارده قراراتك كلها تبقى غالبيتها ضد النادي الاهلي. كابتن ايمن، انا هروح لحاله مهمه جدا جدا، ودي اللي مستغرب لها بامانه، يعني دي الحاله اللي هي الطرد. الطرد انا عاوز اعرف انت شفت ايه يا كابتن مصطفى لما رحت والفار جاب لك ايه؟ يعني الطرد يا كابتن ايمن ده كان نقطه تحول. هي مزبوط. انا بقول ان قرارات مصطفى غربان افسدت المباراه نتيجه عدم الثقه في نفسه، نتيجه النهارده ما جاش المباراه بصرف النظر عن اداء الاهلي. يا كابتن ايمن، انا بتكلم في قرارات تحكيميه، قرار ظالم، قرار ظالم، طرد لعيب النادي الاهلي في حاله الطرد يا كابتن بلال. اولا محاسبه ركله جزاء، هي اولا ما فيش مخالفه اصلا ولا من داخل منطقه الجزاء ولا من خارج منطقه الجزاء. طب انت حسبت على ايه؟ يعني تيجي تشوف اللعبه، لو انا هجيب اللعبه اول لعبه كابتن معانا من هنا كابتن. انا هنا كابتن اللاعب هنا لو معايا الصوره، خلي بالك هو واقع امتى؟ مظبوط. ده مشي عدى دخل منطقه الجزاء كمان مكمل. ده دخل يا كابتن، دخل اختلال توازن لاعب. يعني انا كابتن، انا يعني انا بتكلم على كوره، اللعب كوره، انا دخلت منطقه الجزاء مفيش تلامس من بره، بدليل ان المهاجم دخل خط خطوتين وبين عمل السكوت. انا شايف ان دي نقطه تحول، اولا طرد ظالم جدا 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 بامانه، مفيش هنا مخالفه ولا من داخل منطقه الجزاء ولا من خارج منطقه الجزاء. دي اول حاله. السؤال هنا، انت رحت للفار، قول لي انت شفت ايه، فين التلامس؟ فيش حتى التاتش يا بلال، التاتش اللي ممكن اللاعب وهو بيرفع رجليه تلطش في رجل لاعب الاهلي، ده مش موجود كابتن. هنا حتى الرجل مش موجوده، التاتش مش موجود. انا شايف طرد ظالم كابتن شريف بامانه، وهو ده اللي قرار اللي حول النتيجه بصرف النظر عن اداء اللاعبين داخل ميدان اللعب. تعال نروح لركله الجزاء اللي هو تقريبا خد 6 دقائق مش مقتنع بقرار الفار يا كابتن شريف، مش مقتنع تماما. شوف لعبة علي معلول، اللعبة دي اللي حصل كالآتي، علي معلول حط رجليه فعلا، ولكن حط رجليه على الأرض كابتن أيمن. حط رجليه على الأرض هنا، علي معلول حط رجليه على الأرض، يعني على الأرض هنا، وبعدين حصل السقوط. إيه اللاعب هنا عمل النط وراح نازل واقع، هو راح للفار جابها له من 3 زوايا بعد الكرة ما طولت منه، بعد ما الكرة طولت راح نطت ونازل وقافز. هنا هو أنت حسبت على هل رجل معلول عليت؟ ما عليتش، وحتى لما عليت كابتن ايمن هنا ما جاتش حتى في رجل اللاعب المهاجم، بالتالي 6 دقائق هو مش عاوز يحسب، هو مش عاوز يحسب. ولكن طبعا عندهم هناك في كاس العالم لما الفار يجيبك بنسبه 90 95% انزل خد بكلامه، خد بكلام الفار. دي بالنسبه لركله جزاء المعلول اللي انا شايف منها ان ما كانش فيها ركله جزاء. قرارين النهارده الحكم غربال بياخدهم، الفار هو اللي بيديهم له. صحيح. ركله جزاء معلول، طرد مش موجود زي ما قلت. الحاله الثانيه بتاعت محمد هاني كابتن، عندنا حاجه اسمها الوضع التشريحي للاعب في اللعبه. انا كمهاجم او كمدافع كابتن ايمن، لما نشوف اللعبه بتاعت محمد هاني، انا هنا الكره جايه فين؟ في الكوع. يعني انا ما جاتش في الايد اللي فوق او في الكف اللي فوق، انا طبيعي انا ده جسمي او تشريح الجسم للاعب هو دي وقفتي. انا لابد انا كحكم كمان لابد ان انا اراعي النهارده اللاعب ده بيتحرك كابتن علاء،
وبالتالي هنا بنقول ايه؟ هنا الوضع ده بتاع الايد، الكره لما جت هنا وضع طبيعي لليد اللي هي ايه؟ الكوع. تمام؟ يعني انا بقول ايه؟ لو جت فوق، لو جت فوق ماشي، ولكن انا ده وضع تشريحي للاعب. خلي بالك هقول لك على حاجه، ودي في تقييم الحكم يا كابتن ايمن، لما الحكم يروح للفار اكتر من مرتين في التقييم العام للحكم بينقص على الاقل ثلاث درجات او اربع درجات. انما النهارده انت وترت اللعيبه صفا، انت نازل وعامل حساباتك لان انت بتحكم نادي من قاره افريقيا ونادي من قاره امريكا، ودي كل الكلام ده اثر على قراراته في الملعب، بدليل النهارده حتى في التشابكات اللي حصلت هو المسؤول عنها هو مصطفى غربال النهارده. انا بحمل المسؤوليه كابتن ايمن ليه؟ لان بدايه المشاكل التحكيميه وبدايه ظلم النادي الاهلي في حاله طرد اللي هي حصلت وما كانش فيها تلامس، هارد لك للنادي الاهلي بامانه، ولكن شايف النهارده التحكيم كان له دور كبير جدا في هذه الهزيمه بصرف النظر عن الاخطاء بتاعه اللعيبه. مصطفى غربال يمكن اسوا ماتش انت لعبته النهارده، انا بقول من وجهه نظري اسوا مباراه لعبتها كحكم نتيجه الضغوط اللي هي تمت عليك، ونتيجه ان فلامينجو عنده مشكله مع الهلال وطرد منه لعيبه وحصلت مشكله، انت النهارده جاي تصلح اخطاء الحكم اللي قبليك على حساب النادي الاهلي، لا النهارده اتظلم النادي الاهلي كابتن ايمن بامانه في حاله طرد واضحه تاني بقول اهو اللي هي غيرت مسار مجرى المباراه. نشكرك شكرا جزيلا كابتن ناصر، ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي في اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله كابتن. اشكرك كابتن. طبعا كابتن ناصر اتكلمنا عن الحالات التحكيميه، والحالات التحكيميه كان ليها جزء كبير في تغيير نتيجه المباراه. في بعض الحاجات كانت في الملعب نقاط تحول، الطرد طبعا، ركلات الجزاء، انفراد محمد شريف من بعد 2-1 تبقى 3-1، دي بعض نقاط التحول. ممكن تضيع بس انا بقول على نقاط التحول اللي في المباراه. بدايه من الدقيقه 67 طرد، بينالتي، انفراد لمحمد شريف، انتهى الجيم يا كابتن شريف 4-2. سيناريو احنا كنا الاقرب ان احنا اداء احنا كنا احسن بكتير قوي، احنا بنلعب فرقه مش قادره تجاريك في نفس السرعه او في نفس عندهم حرفيه، عندهم فرديات، انما مش عندهم قالوا بدني ومش بدني، ما عندهمش اي حاجه خالص، ان انت خلصت على كل حاجه عندهم، بتضغط كويس قوي، بتاخد الكره كويس قوي، انت عندك اهم حاجه ضيعت الميداليه النهارده الفرص السهله، انت من اول شوط بعد ما جبت الجون الاولاني ممكن مش مصدق نفسك، يعني لو انت مصدق روحك وشخصيتك وكلام من ده تقدر تجيب الثاني والثالث وعادي جدا تلعب عادي جدا وتخلص الماتش. جالك ضربه جزاء ضيعتها، جات لمحمد شريف فرصه وانت متفوق 2-1 وراحت 3-1 كويس، حاله طرد زي ما قال الكابتن ما فيهاش اي حاجه خالص، ويمكن انا نوهت معاك على الكلام ده قلت لك ده فيش حاجه، الراجل وقع بعد 3-4 يارده جوه ال 18. تغييرات متاخره جدا يعني، فهمتني؟ انت محتاج كل العناصر في يوم الميداليه من اول المباراه، وانت شايف سيناريو تاني خالص بلاعبين تانيين خالص، ان هي تقدر تخرج بالمباراه على حد فكر انك انت تخطف جول 1-0، ولكن انت الواقع كان كله في صفك، كان كله معاك انت. اللي احنا شفناه النهارده ده اذا كان حاله الطرد غير صحيحه، اذا كان ضربات الجزاء دي فيها فار بيخلص وراجل ايده جنبه او حسب ليك وعليك، فهمتني؟ ولكن انت الفرصه جات لك، انت الفرصه جات لك وانت متفوق، جالك قبل كده انك انت تعدي وتعمل فارق في كذا كوره، لما بتلعب بهدوء وبتخش وبتفكر وبتركز بتجيب جول زي اللي جابه احمد عبد القادر. فانت كان عندك العوامل كتير قوي انك تحتفظ بالميداليه النهارده، ولكن قدر الله ما شاء فعل وهارد لك، والمباريات بتبقى توفيق وعدم توفيق، فهارد لك للنادي الاهلي وحظ اوفر باذن الله في اللي جاي. كابتن علاء هارد لك. مباراه كانت ماشيه لحد الدقيقه تقريبا 67، كنت انت متفوق، ولكن زي ما قلت كان في بعض نقاط التحول، وكنا نامل ان النتيجه تطلع احسن من كده، ولكن قدر الله ما شاء فعل. سامر، هي المباريات دايما بيحصل فيها حاجات كده بتبقى دايما خارجه عن ارادتك. انا بتكلم على الحاجه اللي كانت في ايدك دايما، يعني
سيبك من اخطاء حكم، اخطاء فار، كل الكلام ده في كره القدم وارد وانت ماليش دخل فيه خالص، انت بقيت كل بره. لكن انا بتكلم عن الحاجات اللي انت بتملكها كفيده. انت الشوط الاول احنا اتكلمنا ان كان في قلق شويه من لعيبه النادي الاهلي لحد الجول، وبعدين حسوا ان الامور، لا الامور سهله، لعيبه زينا زيهم بس احنا احسن منهم كمان. هي. هو ده اللي خرجنا بيه الشوط الاول. طالبنا ببعض التغييرات في الشوط الثاني، انا من وجهه نظري ممكن ابقى غلطان او مش غلطان، كانت هتفرق معاك لانك انت اكتشفت ان الفريق اللي بيلعب قدامك ده مش بالهاله مش بالقوه اللي انت بتشوفها دي، لا انت احسن بكتير، انت بتمسك الكوره بتحرك وبتجري وفي فرق سرعات وفي خط دفاع عندهم مشاكل كتير جدا واتكلمنا فيها، انت كنت ممكن يعني تتفوق عليهم. وحصل بدات الشوط الثاني لحد ما حصل موضوع الطرد، يمكن في خطا بتاع الشناوي بتاع الهدف، يعني خطا يعني ولا هلوم الشناوي اخطا، وفي نفس الوقت مش هلوم محمد شريف ان هو ضاع فرصه. اه تصرف فيها كان بتحصل احيانا، كان سيء جدا، معلش يعني الفرص السهله دي، وكان الناس متضايقه ان هي سهله، واثنين واحد غير ثلاثه واحد زي ما كابتن شريف كان بيقول، الموضوع كان اختلف تماما. هو الخطا الوحيد اللي عنده ان كان لازم يعرف ان الفرصه دي هي المفتاح للميداليه طبعا، فلازم التعامل معاها يبقى في منتهى الدقه والتركيز. صح. وفي كمان حاجه ان الفرصه رايحه مواجهه، فانت ما عندكش مشكله مع حارس المرمى، يعني اذا كنت انت وفي عادل وفي كابتن شريف وبلال طبعا، اسهل حاجه للمهاجم لما يكون رايح لحارس المرمى وانا مواجهه، فكل الاختيارات عندنا مفيش فيها مشكله، انا رايح بوشي فشايفك يمين شمال، عايز اعدي اللي عايز اعمله هعمله، فانا ما عنديش مشكله في الفرصه دي. هو عمل أسوأ اختيار في كل اللي انا بتكلم فيه ده، التسديد. هو يعني هو فضل التسديد بالقوه وخلاص، لكن هي بالعكس، انا كل ما اقرب لحارس المرمى والمرمى نفسه المطلوب مني دقه مش تسديد ابدا، مش قوه بمعنى اصح. صح. عايز دقه يا محمد، عايز هدوء، لكن هو ممكن يكون عصبيا مش مصدق ان هو عامل انفراد مثلا من ربع الملعب للجول، ممكن، بس خلاص انت اما زقيت فانا خلاص، انا مثلا انا كده شريف وعادل اهو حارس المرمى، انا شايفك وشايف الدنيا كلها، بس وقت التنفيذ ما ينفعش اعمل كده واشوط. ده هو نفس كمان لاعب برجله الشمال، ماشي الشمال قوي يمين، يعني هو بيجيد في الاثنين، هو لسه جايب واحده بس مش بنفس الكفاءه، لسه جايب واحده بالشمال يا ايمن، مش عارف الرايب الزمالك صعبه جدا، ما تعملش لمسه واحده صعبه. أي. لكن انت فهمني يا عادل، جابها بيمين وبالشمال في الزمالك، في الزمالك وبالعرض واصعب من دي، ولطشها بالشمال حلو قوي. هنا السهله قوي دي لازم كان التعامل معاها، لكن هي بتفرق انفعال، انت انفعالك او عصبيتك ممكن تخليك تاخد قرار غلط زي كده، ممكن على فكره، بس انت ايمن انت متخيل انت عندك انفراد من ربع الملعب مع فلامينجو وبلعب على ميداليا، فاهمني؟ ممكن، لكن معلش الاخطاء دي كلها اول واحد مش هتحملها، لا ما بقولش هتحملها، لا 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 طبعا، يعني يتعلم منها محمد شريف الشناوي، طول ما انت شناوي حارس مرمى للنادي الاهلي ومنتخب مصر هيبقى في اخطاء وتتعلم، طول ما انت بتتعلم هتبقى الاحسن. فالاثنين دول معلش مع الاحترام الكامل لكل اللي هيتكلموا عليهم ونقاد وكده، لا بره النقد معلش، حاجات مؤثره على فكره، ما بقولش مش مؤثره طبعا. مؤثره، بس انا ما حملهمش المباراه، لان يعني لو حمل مباراه لا في حاجات كتير قوي النهارده كانت لازم تتعمل ما اتعملتش، لكن في الاخر انت بتتكلم على اخطاء بعيد عنك، ربنا مش هيقدر تكسب النهارده الميداليه، ظروف المباراه بتقول كده يا ايمن، انت في عز ما انت بتدور على الهدف الثالث تروح حصل حاجه عكسيه، عكست كل حاجه، اللعيبه بتاعتك اتعصبت زياده كمان، ان العصبيه بدات خرجت بره الجيم خالص، طول ما ينفعش يا ايمن، هو الجيم يا يبقى في الجيم يا بره الجيم، عصبيتك استحاله تبقى هتقدر تتحكم في قراراتك، انما انت عصبي عصبي عصبي، وانت عصبيتك عشان انت متضايق ان الفريق، انت حسيت ان انت احسن منه. أيوة. هو ده الاهم بقى ايمن، العصبيه الزايده دي ان انا حاسس ان انت اقل مني بس انت المتفوق عليا، فدي مضايقاني اكتر، وفي نفس الوقت مش قادر اتحرك لان انا اقل منك في العدد. فانا مش عارف انت عصبيه شديده، لكن لازم يا جماعه المباريات دي المواقف دي لازم تستفاد منها كويس. صحيح. دايما انا بقول الكلمه دي، طول ما انت في الملعب بتستفاد منها، اذا كان بالسلب او بالايجاب استفاد انت عشان ليك انت تبقى احسن. يعني ياسر عصبي زياده النهارده، معلش يا ياسر لازم شويه هدوء، محمد هاني كله، محمد عمنا يا جماعه، المواقف دي محتاجه هدوء جامد جدا في الملعب. صحيح. مهما كانت النتيجه.
في الاخر هي مباراه كنت اتمنى نعمل يعني انجاز النهارده 3 برونزيه ورا بعض، لكن هو ربنا مش رايد. لازم نعرف في الاخر ان النهارده ربنا مش رايد لك. في السيناريو اللي حصل، السيناريو اللي حصل يا ايمن غريب شويه. سيناريو من 3-1 ل 2-2 بطرد، يعني اكتر متفائلين لفريق فلامينجو، حتى لو المدير الفني نفسه عايز يرسم يقول يا سلام يحصل كذا كذا، ما كانش حصل كذا. مزبوط. لكن هو حصل خلاص الحمد لله. لكن خد الايجابيات دايما، خد الايجابيات دايما. انت لازم بعد كده تبدا المباريات دي كلها واي مباراه تلعبها لازم عندك ثقه في نفسك جامده، ما تضيعش جهود بالكامل عشان تستكشف فريق، لا عندك ثقه في نفسك واستكشفت. وبعد دخلت والشوط الثاني كان لازم ضغطه جامده جدا، انت احسن بكل المقاييس. احمد عبد القادر جايب جول هايل، الراجل معدي وبراحته عشان قلنا كلنا واجمعنا، يمكن اجمعنا على نقطه في الاستوديو هنا، دفاعهم وحش جدا 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 وعندهم بطء وتغطيه وحشه. ف يعني ارجو ان احنا نقفل الصفحه بتاع النهارده خلاص، ربنا مش رايد. لكن الاخطاء لازم تتشاف كويس قوي، تتعالج كويس قوي، لانك انت داخل خلاص داخل على حاجات صعبه كتير. وفي الاخر دايما بقول كلمه، القاره دي ما فيهاش غير النادي الاهلي، مع الاحترام الكامل لكل الانديه العربيه والانديه المصريه والافريقيه، سوف يظل النادي الاهلي هو سيد القاره دي، مفيش مشكله. وثقتك في لعيبتك تبقى عاليه جدا جدا جدا، مع شرط بسيط قوي، معلش انا طولت ايمن. لا لا لا، انك دايما تتعود تعالج اخطاء. كل ما انت بتعالج اخطائك اعتقد انت هتتعلم منها وتبقى احسن حال ان شاء الله. كابتن عادل هارلك، يمكن الشوط الاول خلانا نطمع شويه احنا حتى واحنا بنفرج بره. اللي حصل الشوط الثاني وخروج النتيجة 4-2 نتيجة غير متوقعة بقى. واحنا في حاجة مهمة عايز اقول لك عليها يا كابتن، احنا يعني كتير قوي يعني بنتمنى ان احنا نبقى عندنا اداء كويس مع مكسب كويس، صح؟ انا بقول في نقطة اتمنى ان هي تدرس، يعني يدرسها كولر. الـ 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 الأهداف اللي بتيجي فينا بكثرة مع لعبك الكويس. إيه؟ ليه؟ يعني أنت في ماتش ريال مدريد اتخطفت بجنين اللي هم الأخرانيين 4، بوظوا شكل المباراة كلها، بوظوا شكل المباراة وأنت مأدي كويس. النهاردة الشوط الثاني أنت أفضل من الفرقة أنا ده من البداية كنت منتظر لا وأنا بتكلم على الشوط الأهم من البداية الشوط الثاني انا منتظر 3 ثم 4 لينا محمد شريف انفراد، وانا عندي اعتراض على ان يعني قيمه الفرود الحقيقيه في الاوقات دي فقط. يعني انا بلوم محمد شريف فيها، يعني لازم تخلي بالك قوي يا محمد شريف، انك انت كنت هتودينا حته تانية، كنا هنستلم الميدالية على طول. انا يعني بقول ايه، الفرود ده وقته، انا مدافع اشيل جون، لكن انت فرود دي شغلتك، وجات لك اسهل حاجه، ركز شويه ركز شويه علشان ما يحصلش. يعني شوف السيناريو ودانا لفين، وبعدين لازم شويه يبقى فيه تقل، حتى لو ضيعنا وحتى لو عملنا لازم الوقفه. انا بحس انه في كر وفر كده يعني في الماتشين. خلينا نتكلم، ما هو الفرقه الكبيره لازم تعرف اخطائها ايه هي. اول خطا لينا احنا، افضل اداء النهارده واداء مميز او مش مميز، ما بحبش حته مميز وانا خسران، واداء كويس مع ريال مدريد ويحصل لك النتيجه 4-4. انا في وجهه نظري او عندي انا، يبقى في سر. ايه هو؟ هل انت يعني لما بتهاجم اللعيبه بياخدها الـ يعني التاكتكس بيروح من دماغهم، وبعدين الوقفه الدفاعيه بتبقى غلط، ما اصله الجول لازم بيبقى فيه خطا طبعا، والخطا بيجي نتيجه عن انك انت مش مركز او مش مركز او مش واقف صح. عادل ده خطا مرتين في ريال مدريد والنهارده، ما انا بتكلم كده. يعني ايه السر انك انت تبقى كويس؟ يعني انت متفوق 100% في المباراه النهارده. انا منتظر، كنت بقول انا سمعت عاوز نتيجه عاليه، وانا كنت عايز كده، بس في حاله طرد
وفي زي ما انت قلت انفراد بدل ما يخليك 3-1. بس انا مش عايز احمل المسؤوليه لمحمد شريف. بتحمل يا كابتن؟ يعني لا بص يا كابتن، ممكن تقل. ممكن احد يضيع، هو لازم ممكن. لازم يتعلم يعني، ولكن ايوه بالظبط كده، عادي مش بحمل المسؤوليه. هو لازم يتعلم بالظبط. هقول لك حاجه، هقول لك حاجه غلو تام اللاعب بالحاجات دي، الغلو بيجي من دي. ايوه قيمه اللعبه اصلا، غلو في السوق. ايوه قيمه السوق في اي حته يعني، اي لاعب في الدنيا اللي بينقذك اللي يعني. تخيل انت مثلا نتيجه زي ديت، جون زي ده كان ممكن يوديك حته تانية، انت فاهم، وداك منطقه اخرى. انت مش هتلوم اللاعب 100% وخلاص، هو هيضيع وهيجيب وياما كسبنا وكسبنا في ماتش الزمالك. بس انت عاده في المنافسات القويه اللي زي دي جون بيفرق معاك، فرصه بتفرق معاك. انا ضيعها في اي وقت، لكن دي فرصه لكن هنا السر في ايه؟ انك تبقى كويس ويدخل فيك كم الاهداف دي. ما هو ده لازم تتعلم منه. لا يبقى انت عندك في خلل. ايه هو الخلل؟ مثلا هل انت بتبالغ في الهجوم قوي مع الفرق الكبيره؟ يعني على سبيل المثال مثلا، تعال ناخدها يعني، هل انت بدات في الماتش بتاع اوكلاند سيتي والماتش اللي بعده سياتل بتلعب بثلاثه ديفندرات وبتلعب مع ريال مدريد ومع فلامينجو باثنين ديفندرات؟ ما ممكن. لا رحت للجون وعملت، يمكن بتعمل مجهود ازيد فبيخلي اللعيبه تجهد قوي فالتركيز يقل في الشوط الثاني، بدليل انك انت بتتخطف في اخر 5 دقايق وفي اخر 10 دقايق بيدخل فيك جون واتنين. انت فاهمني يا كابتن ايمن؟ يعني انت لازم تدرس الامور دي. ما احنا خلينا نتكلم بواقعيه علشان ومصداقيه في ايه، في حته ايه، في حته ان انت يعني تكتيكيا انت النادي الاهلي ما يدخلش فيك 8 جوان ان شاء الله. لو بتلعب ريال مدريد وبرشلونه ومش عارف، لازم يدرس كولر، لازم يدرس اللي حصل ده. يعني لعبنا كويس وبيخلي اللعيبه توصل للجول، واللعيبه وصلت للجول، وانا بقول ان دي كمان خبرات لعيبه. طب ما خبرات لعيبتك دي هي اللي كانت بتقف وهي اللي ما بتخلكش تعمل. بس كم الجري الكتير اللي بيحصل الشوط الاولاني، كم الجري الكتير اللي بيحصل الشوط الاولاني بيأديك انك انت يحصل معاك بيأثر عليك. شوف يا كابتن، انا لو سالتك وقلت لك لو لعبت كويس قوي واتغلبت 4، ولو لعبت متوسط وقفلت تكتيكيا واتغلبت 1 او كسبت 1، ايهما افضل؟ انا عايز اكسب طبعا. اللي عايز اكسب طبعا. عشان كده بقول لك الفرق الكبيره ما تعملش معاها ريسك، اوعى تعمل معاها ريسك. ريسك جري، ما هو في حاجات غير مرئيه في التدريب. ما هو انا معاك في دي، بس انا عايز اقول لك حاجه. يعني احنا لحد قبل السيناريو ما يتغير سيناريو المباراه، يعني في الدقيقه 67 انت احسن من الجيم، انت النهارده تكسب 5 بكثير. ايه اللي بيحصل؟ في ظروف حصلت. ايوه ظروف غير طبيعيه، انك انت تلعب ناقص يتحسب عليك، تضيع بنالتي، تضيع انفراد من 2-1، تضيع بنالتي بالظبط. وده ما هو ده اللي انا عايز اقوله لك. الحاجات دي بتيجي منين؟ اصل الحاجات دي جت في ماتشين ورا بعض. جت منين؟ جت منين؟ من وجهه نظري لما بخطا، ما دي اخطاء صح؟ مظبوط. لما بخطا عشان حاجتين، لا انا مش جاهز قوي، لا انا مجهد قوي، او اجهدت قوي مثلا. انا بكلمك في الجيم انت بتجهد قوي يعني، او في حاجه خرجتك بره الجيم زي ما الكابتن علاء قال لبعض اللاعبين. ما هو جوه الملعب، ما هو يا كابتن حتى دي بتيجي من اجهادك. طب وفي الاجهاد ده مش لازم يبقى فيه سبورت؟ بمعنى لازم يبقى فيه تدعيم يعني من الخارج للملعب جوه؟ طب ما انت شايف ان في اجهاد، لازم يكون عندك دوافع اكتر انك انت. لا انا مش بتكلم على لا انا بتكلم يا كابتن على ايه؟ انا بتكلم على فكره انك انت يعني ما تبذلش مجهود كتير قوي في الشوط الاولاني، حتى لو هيجي على منظرك شويه. اصل الكوره مش طول الوقت انك تقعد تهاجم 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 تهاجم، انت فاهمني؟ ممكن تقف شويه وتتحفظ شويه عشان انت بتلعب فرق كبيره قوي.
زي ما تحفظنا مع اوكلاند وتحفظنا مع سياتل. يعني انت تحفظت مع الاقل، انت فاهمني وجهه نظري، كان مش هيبقى في اخطاء كتير من دي. ولكن في الاخر النهارده انا افضل احسن. الشوط الثاني انا متسيده، وصلنا انا كنت بقول لك الفرقه مستنيه تكسب تخسر خمسه، ضيع منك الهدف، ضاع منك. وبعدين لما بيحصل واللي حصل، وبعدين مشكله اللي هو الطرد، ماشي اوكي بدلك ممكن يكون الحكم اخطا، دي حاجه، لكن حصل موقف زي ده لازم واقفه، هنا الخبرات، لازم اقف واحده اللعيبه حتى كلها تهدى. الاخطاء بتيجي من النرفزه بتاعه اللعيبه جوه الملعب، اللعيب لازم يبقى عنده هدوء كده شويه. الحاجات دي كلها احنا عاوزين نستفاد منها بقى. نستفاد منها ازاي في اللي جاي؟ احنا عندنا بطوله افريقيا، عندنا مشكله كبيره، عندك بطوله افريقيا وعندك دوري، خلاص قفلنا على البطوله، هارد لك. نشوف بقى ايه الاسرار اللي بتحصل، ايه المواضيع المواقف اللي حصلت دي لازم نعالجها، ولازم تتعالج برضو. اللعيبه ادت مباريات جيده، حتى اللي خسروا فيها، حتى اللي خسروا فيها قد كويس، ولكن يخسروا بفعل بسيط يعني، ودي تضايقك. انا بتضايقني، انا شخصيا تضايقني ان انا اتغلب وانا ما استاهلش ان اتغلب. ايوه ده يضايقك اكتر من انك تبقى وحش. يعني انت ما كنتش وحش، بس انت بتتسرق. ليه بتتسرق بسرعه كده؟ لازم يتبحث في الامر ده. وعلشان عندنا الهلال السوداني، وعندنا ولسه هنشتغل بقى في الدوري، وعندنا حاجات كتير، وان شاء الله نعوض. وادينا الحمد لله يعني المنظر مش سيء قوي. انت بالعكس يعني انت اديت كويس، ولكن النتيجه انا من وجهه نظري هي اللي مش حلوه، انك تخسر تقيله شويه يعني. لا انا 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 يمكن الاستوديو اللي فات في ناس فهمت غلط اللي انا قلته. ايوه اللي هو اللي انا قلت نتيجه كبيره عشان الاهلي كبير، عشان الاهلي كبير. ناس فهمتها غلط. الاهلي كبير العكس فعلا. والعكس هو الاهلي كبير، الاهلي ما يتغلبش ارقام دي، لان النادي الاهلي من يعني اكبر نادي في قارته. صحيح. واكيد لما يدخل فيه اكتر من هدفين انا ازعل. انا لما بيتعادل النادي الاهلي بزعل. صحيح. فهو من حرقتي على الموضوع بقول ان الكبير ما يخسرش كده. صحيح. كابتن بلال هاردلك زي ما بيقولوا يعني كانت في ايدينا، ولكن في خلال ثلث ساعه او 25 دقيقه تغير الموقف تماما. طبعا هاردلك النادي الاهلي انت بتؤدي بشكل كويس، لكن مش عارف تكسب لا الماتش ده ولا الماتش اللي فات. لو قيمت ادائك لحد كره شريف بالظبط، كره شريف تقريبا تحديدا، هتقول ان انت الجدير انك تكسب الماتش، الحق انك تكسب مباراه النهارده، الحق انك تاخد البرونزيه الثالثه على التوالي. كابتن عادل يعني اتكلم يعني واستفاض في بعض الحاجات النفسيه وبعض الحاجات التنظيميه، لكن انا عايز اقول نقطه واحده بس. الحقيقه احنا يعني الاهلي من وجهه نظري الشخصيه فريق يكاد يكون مكتمل العناصر، بس احنا محتاجين قائد في الملعب، محتاجين كابتن تيم. كابتن تيم مش لازم يكون حامل شارة في نص في الملعب نفسه. ايوه احنا اوقات بنروح مع الماتش بنسخن بشكل كبير، واوقات كلنا بنهدى. بس في حاجه بقى برضو عايز اقولها لك، ما انا عايز اقول لك في الجزء دوت يعني هو طبعا احيانا زي ما انت بتقول كده الكلام ده بيحصل، ولكن في حد ممكن يفرملك يعني برضو المدير الفني. لا انا بتكلم من جوه الملعب يا كابتن. انت بتتكلم على قائد جوه الملعب. لا بتكلم على جوه الملعب، مش بتكلم على المدير الفني. ايوه ما طبيعي المدير الفني يعني هيدي تعليمات مظبوط. ايوه انا بتكلم على جوه الملعب نفسه، انا بتكلم كمان على الحاله النفسيه، مش بس الحاله الفنيه للعيبه، يعني بتكلم امتى يا جماعه نشد، امتى نروح للحكم، امتى اهدى، امتى ازعق، امتى اتخانق، امتى اهدي اللعيبه، امتى يعني انا بشوف ان في جمعيه في الاداء، لكن النقطه دي مهمه جدا جدا في الماتش. بتأثر مهمه بشكل كبير جدا. الشناوي بس الشناوي بعيد بعيد عن الملعب، بعيد عن الاحداث. فاهم قصدي؟ احنا محتاجين حد في نص ملعب، حد مهاجم، حد يعني يتكلم مع اللعيبه يعني على طول دايما، يعني المدير الفني داخل الملعب. مزبوط. يعني زمان كانوا الكباتن يقولنا ايه، فلان الفلاني كابتن الفرقه،
تمام كلامه مسموع لانه خالد بقى بياخد تعليماته من بره الماء. وهو كمان اكثر خبره لعب اكثر مباريات ممكن ما يكونش اكبر سنا لكن اكثر خبره لعب ماتشات كتيره جدا فعارف وحاسس وتعلم من اللي قبليه. خد بالك ما انت كباتن الفرقه بتبقى عباره عن ايه. انا اتعلمت الكابتن عادل كابتن عادل كلام كابتن عماد هو كابتن عادل اتعلم كابتن وهكذا هي بتتوارث. حسام غالي اخر واحد كان بيعملها كويس خد بالك ما بيغلطش في اللعيب لكن انت بتبقى محتاج ساعات حد يشدك حد يقولك يلا حد يسخن معاك حد يقولك طب اهدى اهدى بالريتم شويه. محتاجين الكلام ده في الوقت القادم باذن الله. لكن انا شايف فنيا الاهلي جيد جدا الاهلي كويس. يعني انا بقول لك انت بتتكلم لحد ما شريف ضيع الكوره الانفراد انا بس دي التيرنينج بوينت يعني من وجهه نظر الشخصيه في الجيم كوره 3-1 بقت 2-2 خلاص من 3-1 خد بالك وباقي كام دقيقه وانت في الدقيقه 75 تقريبا ال 2-2 وانت برضو في الدقيقه 75 مطرود منك لعيب مظبوط. النصيحه اللي بديها بس محمد شريف وكل المهاجمين في اوقات اي راس حربه في العالم معرض انه يضيع اي راس حربه في العالم اي لعيب في الدنيا مضيع ويضيع انفراد عادي جدا على فكره يعني بتحصل مع كل الفرق طبعا حصل معايا لكن مش بالطريقه دي يعني انا يعني ما قدراتك وامكانياتك يا شريف عشان تلعب الكره بشمالك ليه؟ انا هاخد انت هو اشول انا مش عارف والله لو اشول هو بيلعب برجله الاثنين بيلعب الاثنين يمين وشمال بس في يعني حاجه بص يا كابتن يعني شوف كلنا ضيعنا انفرادات محدش في الدنيا ما ضيعش انفراد كلنا لكن انت قصدك التعامل مع الفرصه التعامل مع الفرصه نفسها كان فيها غرابه توقيت صعب جدا توقيت مهم جدا يعني كوره سهله جدا انفراد كامل جدا مواجه للمرمى عندك كل الاسباب الاسباب اللي انت تقدر من خلالها انك تسعى انك تسجل هدف مش انك تسجل هدف انك تسعى انك تسجل هدف انا الكره جات لي خلاص انا الافضل بالنسبه لي رجلي اليمين اللي انا بلعب بيها دي اللي انا يعني اللي ربنا خلقني بيها اعدل وابتدي افكر حط يعني عندك 3 4 10 ثواني تفكر والجول بره الجول اعملها تشيب باص تاخدها وتحطها تركنها باليمينك لكن كون ان انت تتعامل برجلك الشمال يعني زمان يا كابتن كنا اتكلمنا في الاستوديو هنا واشرنا ان في فرق ما بين سوء التوفيق وسوء التعامل مع الهجمات. دي سوء تعامل مع الهجمه مش سوء توفيق. يعني سوء تعامل مع الهجمه. انا ممكن ابقى يعني مثلا بيرستاو سوء توفيق خلاص كرة اتلعبت بعرض شاطح عاليه طلعت من فوق الجول. مجدي قفشه كرة اتلعبت نطت حطها طلعت من فوق العارضه. ده اسمه سوء توفيق. لكن في اوقات لا انا عندي سوء تعامل مع الهجمه. يعني لازم يبقى عندي حسن تعامل شويه، لازم ابقى عارف انا امتى التوقيت بتاعي يسمح ولا لا. لازم اتقل على الكوره بشكل كبير جدا جدا وانا عندي انفراد في التوقيت ده تمام توقيت مهم وصعب جدا 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 مطرود مني لعيب مطرود مني لعيب يعني ايه يعني ال- 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 الربع فرصه ذهب بالنسبه لي انا ما بقولش يعني ما بقولش ما تضيعش لا عادي اي فرود في الدنيا هيضيع ما فيش واحد بيجيله فرص خمس فرص يجيب لي خمس فرص تجوان استحاله لكن انا بتكلم على التعامل مع الفرصه نفسها انا خلي بالك مش بقص على فكره مش بقص على شريف لكن لازم يتعلم ده درس مهم جدا 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 بتلعب قدام ريال مدريد المره اللي فاتت سوء تعامل مع الفرص اللي جات لك كلها سوء تعامل مع الفرص اللي جات لك كلها بتلعب النهارده مباراه على البرونزيه سوء تعامل مع الفرصه لا هنا لازم يبقى في وقفه من المدير الفني ومن شريف نفسه لازم اتعامل بشكل جيد مع كل الفرص اللي تتاح صحيح. انت راس حربه النادي الاهلي كواليتي اعلى كواليتي في مصر وهو شريف عنده الامكانيات وعنده القدرات لعيب سريع لعيب موهوب بيلعب برجليه الاثنين لعيب كويس بيتحرك كويس في ال 18 لكن كل ده في الاخر احنا بنترجمه لما الفرصه تيجي صح. كل اللي احنا بنتكلم فيه ده من سرعه ومهاره وبتلعب برجليك الاثنين وبتحرك كويس في ال 18 كل ده كابتن ايمن احنا بنترجمه صح. علشان لما تجيلك فرصه بتستغل الامكانيات والمهارات اللي موجوده عندك دي عشان تسجل هدف في الاخر تمام ممكن تحطها تيجي في العرض وتطلع بره بطلك عادي بتحصل لكن وانا بحط الكوره ببقى عارف انا عارف عندي احساس يعني الفرود بالذات عنده سنس اكتر لعيب في الملعب عنده سنس صح انا فين واقف فين ممكن وانا مغمض ممكن وانا باصص في الارض عارف الجول فين وهيتحرك ازاي وهيعمل ايه وعارف انا احطها فين وانا مش شايف الجول كمان ليه لان عندي احساس بالمكان احساس المكان ده مهم جدا جدا احساس التوقيت مهم جدا 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 انت النهارده فرصه بتديك برونزيه اللي بتخرجك من وخلاص وراحت عليك البرونزيه الثالثه على التوالي بالنسبه للنادي الاهلي. ده بالنسبه للفرص بتاعت النادي الاهلي.
يعني احنا مش يعني احنا تحليلنا بعد الماتش يعني زي ما اتفقنا كابتن ايمن، احنا المباراه مقسمه لجزئين مهمين جدا، جزء ادارته بشكل جيد جدا جدا تمام وباسلوب جيد، وجزء تاني تعاملت معاه تمام يعني كان ممكن يبقى فيه حرص اكبر من كده شويه. انا كمدير فني كمان مستر كول عمل ماتش كويس، اشتغل بشكل كويس، بعد 2-1 كانت المباراه ممكن تتحول لمباراه تانية خالص، تتحول لمباراه تكتيكيه خالص بحت. انا النهارده المباراه حولها من مباراه فيها فنيات ومهارات عاليه بعد ما سجلت الهدف الثاني لمباراه تكتيكيه تمام كامله الاركان، العب بثلاثه ميد فيلدرز، اظبط وقفه لعبتي، عندي مساحات هتتفتح في خطوط دفاع بالميراس اللي هم اسوا لعيبه النهارده في ملعب هو خط دفاع بالميراس فلامينجو اسف بالكامل مع حارس المرمى سيئين للغايه. كان ممكن العب جيم في منتهى الذكاء بعد ما سجلت الهدف الثاني، جيم مقفول بثلاثه ميد فيلدرز تمام والعب على الكاونتر اتاك، وهيبقى عندي فرصه ذهبيه جدا 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 ان انا اسجل اهداف ثانيه وثالثه ورابعه من غير ما يطرد مني لعيب، من غير ما الفرقه تهاجم عليا. هم استغلوا الطرد الحقيقه بشكل جيد جدا 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 الحقيقه، وكان عندنا سوء توفيق كمان، يعني الهدف الثاني يعني خطا واضح من عندنا، خطا واضح جدا من محمد الشناوي، ده الهدف الثاني. بعد كده الجيم خلاص انت حسيت ان انت خرجت من الجيم، وده درس على فكره للاعبتنا يا جماعه، مش معنى ان انت النهارده طرد منك لعيب يعني معنى ان انت تخسر المباراه. الفرقه الكبيره ما تخسرش مباريات حتى لو طرد منها لعيب، بتقف على رجلها زي ما حصل معاك، وكنت هتسجل الهدف الثالث وكنت هتخرج بطل الابطال. يعني الاهلي النهارده لو سجل الهدف الثالث ده محمد شريف كان الاهلي النهارده خرج بطل الابطال وعمل مباراه خياليه، خيال كان كل العالم هيتكلم عليها النهارده، كل العالم هيتكلم عليها النهارده، لانك انت بعد ماتش ريال مدريد والاداء اللي اديته في ال 70 دقيقه وال 75 دقيقه واحرازك لهدف ثالث، انت رحت في حته ثانيه خالص مختلفه تماما. احنا زعلان مش عشان خسرت البطوله، انا زعلان عشان انت ما كنتش تستحق الخروج بالشكل ده، ما كنتش تستحق انك تخسر اربعه، الاهلي كان افضل بكتير جدا، لان الاهلي اثبت انه عنده شخصيه مع الكبار. انا يعني ما فيش لوم، ياخد بالك انا عارف ان جمهور الاهلي زعلان وحزين ومتضايق، متضايق على البرونزيه على فكره طبعا، مش متضايق علشان حاجه ثانيه، احنا كلنا متضايقين على البرونزيه انت تستحقها. عارف يا كابتن ايمن انت ساعات تتضايق لما تكون تستحق حاجه واشتغلت عليها بس مش ما عرفتش تاخدها، مظبوط، سوء التوفيق وسوء الحظ وسوء التعامل خلاك ما تقدرش توصل للهدف اللي انت كنت بتسعى ليه، لان احنا كلنا كنا عندنا ثقه في النادي الاهلي ولعيبه النادي الاهلي، وخد بالك وهم كانوا جادرين بالثقه النهارده في المباراه كمان اثناء احنا دخلنا الجيم متاخر تمام، بس قدرنا ندخل وقدرنا نحقق يعني نجيب فرص. السيناريو ده غير تماما اخر 25 دقيقه او اخر 23 دقيقه تمام، من الدقيقه 72 هو تحديدا يعني من الدقيقه 70 او 71 لحد 72 تغير السيناريو بالكامل كامل. كان ماشي لصالح فريق النادي الاهلي بشكل كبير جدا جدا. لاعبتنا عندنا خلاص بطوله الدوري العام، عندنا بطوله افريقيا، بطوله مهمه جدا 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 جدا، هي اللي وصلتنا للمكانه الكبيره اللي احنا موجودين فيها في الوقت الحالي. افضل فريق في افريقيا انا بشوف النادي بلا منازع، الاهلي هو افضل فريق في افريقيا بلا منازع، الاهلي عنده شخصيه الابطال. يعني لما تيجي تتكلم على النادي الاهلي حتى لو الكواليتي اللي عندك قليله كبيره ضعيفه، انت رحت ثلاث بطولات متتاليه كاس العالم، انت بتتكلم في نفس الشخصيه، شخصيه الابطال، شخصيه النادي الاهلي بتفرض مكانتها في كل مكان وفي كل وقت، لان انت بتشتغل على اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي كبير جدا جدا يا كابتن ايمن. النهارده كان يستحق النادي الاهلي ان هو يكون موجود في التتويج، كان يستحق وبشكل كبير جدا جدا جدا، ولكن هي دي كره القدم، السيناريوهات مختلفه، وزي ما احنا يعني متفقين اللي يضيع بيستقبل، ضيعت فرصه محققه 100% هتستقبل بعديها على طول، تاكد مليار في المية هتستقبل، وللاسف برضه احنا استقبلنا بهدف عكسي للاسف. صح. مش امكانيات ولا قدرات ولا مهاره من فرقه فلامينجو، مش قدرات ولا امكانيات من عندهم، كره عرضيه اتلعبت داخل الشناوي مع هاني مع 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 ياسر. مع ياسر تمام، وقعت الكره حطها جول. يعني حتى سيناريو الهدف الثاني بيقول لك النهارده الدي اوف بتاعك، النهارده مش يومك، النهارده مش يوم النادي الاهلي، واضح من سيناريو الجيم كده ان مش يوم النادي الاهلي. بيرسي تاو بيضيع واحده بيحطها الناحيه الثانيه، شريف بتروح لوحده، المباراه واخدانا في حته ان انت مش هتتوج، لان انت لو هتتوج وكان عندك حظ كنت سجلت الهدف بتاع محمد مجدي قفشه في ريال مدريد وكانت النتيجه راحت في حته ثانيه مختلفه. بقول هارد لك نادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي ما يزعلش تمام،
اكبر في اكبر فترات المباريات كلها كان الاهلي الافضل، حتى مع ريال مدريد النهارده الاهلي كان افضل في معظم فترات اللقاء. سيناريوهات مختلفه في كره القدم، وطب حصل السيناريوهات دي حصلت مع النادي الاهلي كده، وكابتن علي كنا موجودين في فاينل مع النجم الساحلي، مع النجم الساحلي كابتن كارت احمر، مباراه تمام راحت في حته ثانيه خالص. فبتحصل في كره القدم، ولكن انا شايف ان الاهلي بامكانياته وقدراته هو افضل فريق في افريقيا. احنا خلاص هنطول الصفحه اللي احنا بطوله كاس العالم للانديه، عندنا بطوله افريقيا بطوله مهمه جدا جدا جدا. صحيح. جدا يا كابتن ايمن، يعني دي اللي هتوصلنا ان شاء الله تاني ان احنا نسعى ان احنا نتوج باذن الله تعالى ان شاء الله. احنا ما شفناش لسه، ما عرفناش اللعيبه الفرقه الثانيه عملت ايه النهارده. اعتقد كانت في مباراه النهارده الهلال وسان داونز بيلعبوا مع بعض. مين يا كابتن؟ سان داونز 1-0 في سان داونز. دي البدايه. بالزبط. انت افضل من سان داونز وانت اكثر خبره من من الهلال. هي. فتقدر ان شاء الله باذن الله انك تصعد باذن الله، تقدر انك تاخد البطوله باذن الله تعالى. مش عايز لاعبتنا في الاخر ان هم يحبطوا. تمام، خلاص بطوله انتهت وعدت بكل مساوئها، بكل اللي حصل فيها، بكل اللي انت حققته حتى من نجاحات، ولكن لازم تستفيد من اللي حصل. ايوه، وده الطبيعي. يعني النادي الاهلي دايما كده، ده الطبيعي اللي حصل. خد بالك الفرق يا كابتن مختار، السر في اهلي. لا 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 لا. عارف يا كابتن كله يا بلاش، كل حاجه مظبوط. انت خد بالك، شايف المنظومه كلها، انت لازم كله اللي حصل النهارده، الاخطاء اللي حصلت دي كلها، اللي كله لازم يستفاد منه. مظبوط، ده الطبيعي يا كابتن. طبعا الطبيعي يا كابتن، عشان كده انت الاحسن على فكره. هو وانا ما استفاد من اخطاء وعالجها، دي حاجه ايجابيه جدا، ومش اي حد يقدر يعملها، ومش اي نادي يقدر يعملها. هو الكبير بيرجع دايما بيحصل، يعني حتى هو ده دايما الكبير، مش بإنجازات. لا لا، الكبير ده لما يكون عنده خطأ بيصلح انه دايما بص على عايز يبقى الاحسن. صحيح. عشان كده النادي الاهلي من 1907 بص احنا فين يا ايمن. مظبوط، انت في حته ثانيه خالص، لان انت طول الوقت انت بتصلح في كل حاجه، عايز الاحسن عايز الاحسن عايز الاحسن. دايما بتحصل اخفاقات، عشان كده احنا زعلانين. ايوه، بتحصل اخفاقات. معانا دايما نتكلم على كابتن شريف وعادل وبلال وانت وكابتن اسامه، مفيش فريق بيكسب على طول. صحيح. بس في فريق عنده الخساره تبقى مر قوي زي اللي احنا فيه دلوقتي. ما فيش حد من جماهير النادي الاهلي او لعيبته او اي حد ينتمي للنادي ده مش متضايق خالص، خصوصا ان كانت في ايدك. بالظبط، يعني من اقرب البطولات اللي كانت في ايدك البطوله دي. صح. خصوصا الماتش النهارده ده المدينه دي، لكن سيناريو مجنون. هو في الاخر يعني ايمن، في بقى انت حاجات بره ايدك خالص، هو ربنا مش رايد لك، هتقول الحمد لله الحمد وتبدا لله. تتكلم في الحاجات اللي اتكلم فيها الحمد لله كابتن شريف وعادل وبلا، انك التصليح بقى كله يبدا يصلح. انا غلطت وانت غلطت وانا غلطت، يبقى كله يشوف اخطاء عشان نبدا نصلح، نبدا على دايما الاحسن. صحيح. طبعا كلام من نجومنا الكبار بيعبر عن حاله الحزن. يعني احنا فرحانين بفرقتنا، ولكن كنا يعني في مقوله بتقول لك ايه، الكره احيانا لا تعطيك ما تستحق، ولكن اكيد في اسباب، اكيد في اسباب لكده. عشان كده احنا بنبحث عن الاسباب، عشان احنا عايزين التطوير، عايزين نبقى الاحسن. عشان كده احنا زعلانين ان احنا كانت قريبه مننا ومره واحده او في وقت ضيق جدا او في وقت بسيط جدا ضاعت مننا. اكيد مستر كولر والجهاز الفني هيبحثوا عن الاسباب، اكيد هيستفادوا من البطوله ككل، السلبيات والايجابيات. هو ده النادي الاهلي، هو ده الجهاز الفني، هي دي المنظومه. حتى لعيبه النادي الاهلي نفسهم لعيبه كبار هيستفادوا من الاخطاء، هيشوفوا ايه الاخطاء اللي وقعوا فيها، طب ايه اللي غير مجريات المباراه كده، طب ايه التحول اللي حصل في بعض المباريات، تكون انت راكب ومقرب قوي وبعدين مره واحده يحصل سيناريو عجيب في المباراه يؤدي الى خسارتك. كلنا ثقه وكلنا فخر بانتمائنا للنادي الاهلي، وكلنا فخورين بلاعبتنا. في اخطاء هتتعالج الاخطاء، ونتمنى ان القادم بيبقى افضل ان شاء الله. هنروح لفاصل. برحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن شريف، من الاخر الاستفاده من المشاركه في كاس العالم للانديه والدروس المستفاده من مباراتك اللي انت لعبتها، سواء في سلبيات او في ايجابيات زي ما قلت قبل الفاصل. سيبك يا كابتن ايمن من ان انت ما خدتش الميداليه النهارده، او ما فيش نتيجه، انت واخد 2 مليون دولار للاشتراك، خدت بالك في وصولك للمكسب الاول والثاني واللعب قدام ريال مدريد وفلامينجو. تاني حاجه او ثالث ورابع وخامس، انت كسبت الفرق اللي لعبتها في الاول كويس وطلعتهم، وبقيت بتلعب انت مع ريال مدريد وفلامينجو كويس. ثالث حاجه لعبت قدام ريال مدريد مباراه كبيره جدا. رابع حاجه قدام فلامينجو انت الاكتر وانت الاقوى، سيبك من سيناريو قصه ان هي راحت،
لو هنشتغل بقى بالنتائج كويس، الشكل اللي انا شفته للنادي الاهلي ده، انت بتكلمني على القادم، كانوا بيتكلموا على افريقيا وبيتكلموا على ماتشات الدوري الجايه، الفرقه دي اللي بتلعب النهارده بتاعت الاهلي دي وبتاعت ريال مدريد، تطمن عليها ولا ما تطمنش عليها في الدوري وفي افريقيا؟ بص يعني انا معاك، يعني ايه معايا؟ انا مش فاهم يعني الفرقه دي اللي مسكت فلامينجو دي النهارده ماشي. ما عملوش اي حاجه معاك وانت اللي غلبت نفسك، صح؟ والحكم غلبك وانت اللي ضيعت البينالتي وانت اللي ضيعت الكره الثانيه، انت اللي بتوصل للجول وانت اللي عندك الفرديات دلوقتي وعندك شكل. انا كمشاهد بطمن على فرقتي، انا مطمن على الفرقه بصراحه، انما انا هحمل نفسي خساره ميداليا في بطوله العالم للانديه انا رحت اشتركت فيها واجت واثبتت وجودي من غير مقارنتي باي حد تاني، انا احسن من امريكا واحسن من نيوزيلندا وحاربت مع بطل العالم وفلامينجو اللي هي امريكا الجنوبيه الابطال اللي هم البرازيليين اسياد اللعبه، انت النهارده انت الاقدر فاحنا هنبقى لعيبه نتائج ولا ايه؟ احنا هنبقى جماهير نتائج؟ احنا هنبقى ايه بالظبط؟ ما هو انا بتكلم دلوقتي على الفتره اللي جايه، انا لو فرقتي دي بتلعب بنفس الشكل ده قدام اي حد انا احط رجل على رجل واطمن واخد كل البطولات اللي هي عندي في حتتي. انا لو فرقتي اضمنها تلعب كل ماتش كده اكسب 6 7 مع اي فرقه. بس لازم برضو نعالج الاخطاء اللي احنا وقعنا فيها، لازم نستفيد من الاخطاء اللي احنا عالج الضربات الجزاء اللي بتجي لك، عالج البينالتي، عالج عالج اي حاجه من الفار، عالج انت هتعالج ايه ولا إيه؟ انت النهارده تعترف ان انت كان عندك شكل قوي جدا في البطوله دي، انت كنت قبل ما نلعب البطوله كنت ضامن ان انت تطلع بالشكل ده في الظروف وانت طالع هناك وفي المغرب، وقلت كلنا كان قلبنا على ايدينا على قلبنا من اول ماتش، وقلنا لا ان شاء الله هنكسب يعني لغايه اما كسبت الماتش. امريكا دي بتجري جري غير عادي وسرعه وبتاع، لا دول هيكسبونا هيخرجونا، عديت على امريكا وكسبتها. رحت قدام ريال مدريد بالحاجات بقى اللي الكباتن قالوها دلوقتي، كلنا كباتن اتكلموا في حاجه دلوقتي، انت ما لعبتش بتامين دفاعي قدام ريال مدريد، خلاص يبقى انت بتلعب اداء مشرف، وده اللي حصل واتغلبت. من النهارده ما لعبتش بنفس الشكل بتاع نص ملعبك وكده اللي هو بعد ما كسبت كنت لازم تكون في الوضع ده. بلال قالك انا فريز، انا بجمد اللعب بعد ما كسبت، لازم تجمد اللعب فعلا، هو ده اللي عادل بيقوله واللي كان يتمناه علاء وبيقوله، واللي انت عشان تتصور السيناريو يعني المظلم اللي حصل لنا بعد الدقيقه 70 ده، دي حاجة قدرية مش أكتر، أنت أنت ساهمت فيها، ساهمت فيها ضربة جزاء رايحة، ساهمت فيها أنا أقول ما شفتوش الحقيقة بتاع محمد شريف، فرص مهدرة، أنت عارف أنا كنت أخطاء دفاعية، الكرة اللي ضيعها محمد شريف بتقولوا عليها أنا ما شفتهاش لحد دلوقتي، حاجة من الحاجات اللي إحنا عارفينها في الكرة، أنت بتضيع بتستقبل، بس إيه؟ بتستقبل كمان بكلام مرفوض. كرة عرضية انت تطلع عشان تخبط في الباك وتقع منك وعشان يخش فيك جون تافه زي ده، ده ما عملوش معانا اي حاجة، ده ما جابوش فيك جون، ولو جون اللي جابوه ده واتمنظروا فيه اوفسايد، صح ولا انا غلط؟ هم دول اللي وصلوا بيهم، ايه اللي ضيعوه علينا وايه اللي شاطوه فينا وايه اللي جت في العارضة وايه اللي جت؟ مفيش حاجة حصلت خالص غير انك خسرت، خسرت بفعل فاعل. فرصه ده الانفراد بتاع بص انفراد منين بقى؟ ما شفتهاش كنت بصلي. اه ده الانفراد. خلاص مصر كلها كانت بتصلي. يا ريت يمشيها. اه دي كانت كوره من احمد عبد القادر عملها كويس قوي. هو كده شاطها ولا لسه؟ لا لسه لسه لسه. بص يا كابتن شريف لا انا خدها واعدي منه واروح اجيبها جوه فرادي يعني. انا لازم اروح واجي واعدي. انا ارقصها من بعيد، ازق الكوره من بعيد. كابتن ده لسه كمان بص. نكملها بعد اذنكم برضو بالبطيء كده. اه. لقطات هو تشيب من فوق ما فيش تكمل. طيب خلاص ماشي. بقول لك ايه، بتلاعب فرقه زي دي وبتعمل عليها الشكل ده، جاي تكلمني على افريقيا، جاي تكلمني على الهلال وكلمني على سان داونز والحاجات دي. لا ما لازم اكلمك لان انا النادي الاهلي يا حبيبي. النادي الاهلي النادي الاهلي اللي انا شفته النهارده ده يطمني على المستقبل بتاعي بشكل غير عادي. أيه. النادي الاهلي اللي انا بشوفه ده أيه. اللي انا شفته بيلعب الفرق دي يطمنك هجوميا يا كابتن كل حاجه، لكن دفاعيا لا 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 بص في حاجات انت قلتها بقول لك ايه في حاجات احنا بنتكلم فيها بعد ما بنتفرج وكلنا من حقنا ان احنا نحلل مزبوط. من حقنا ان احنا ندي روشتات، من حقنا ان احنا نوجه في حاجات الناس ايديها بقى لها قد ايه ده 10 دقائق اربع ماتشات في 10 ايام يعني لازم احنا برضو احنا فاهمين كويس، واحنا كنا لعيبه كوره وفاهمين. انا كلاعب كره ببقى النهارده كويس، بكره ببقى نص نص، بعد بكره بستغل زي بلال كده ببقى مش قادر اقف على رجلي بس اجيب لي جونين يخليني انا في حته تانية، فهمتني؟ يعني
كل حاجه في الكوره احنا فاهمينها كويس قوي، بنتمنى الاحسن للعيبه على طول، احنا في ظهر اللعيبه وبنشكرهم على الحقيقه على المجهود اللي بيسافروا فيه وبيرجعوا، والضغوط اللي هي في الدوري والضغوط اللي هتقابلهم اللي جاي، ولكن انا سعيد باداء فرقتي، انا ما كنتش كده قبل كده بصراحه. في اخطاء فنيه، في اخطاء فنيه في العالم كله، جوارديولا بيخطا اهو، توتنهام عدوا عليه، انت فهمتني؟ انما انا النهارده لازم اشوف انا كمركزي بقى ومكاني انا اللي بتكلم منه، انا اشوف الايجابيات اللي انا فيها. زعلان ان انا خسرت البرونزيه ليه؟ ان انا كنت الاحسن واسهل مره كنت اخد فيها البرونزيه. ياما خدنا اللي خدناها بتاعت الهلال دي، كنا رايحين ب 14 لعيبه وضغوط من المنتخبات وضغوط من وخدت البتاع، ما كانش حد هيقول لك اي حاجه لو كنت خسرتها، انما دي كنت لازم تاخدها، دي كان عندك فرصه كبيره قوي تلعب فاينل، كانت في ايدك، كانت في ايدك وربنا مش رايدها لك. ولكن ايه الضغوط اللي عليك والاعصاب، حتى علي معلول وهو داخل يشوط ضربه الجزاء ما عندكش حاجه بقى يا علي، يعني انت بتلعب المفروض مش مطلوب منك اي حاجه غير بوم في الهواء ده اللي معاك، ها برضو مش مقدر ليك انك انت، فربنا يرد لك تجيب جول. تجيب جول ليه؟ لانك ضغطت وهجمت وعايز وعندك رغبه، صح ولا غلط؟ الاهلي لو لعب بعد كده بنفس الشكل ده على الفرق كلها يعدي عليهم مستريح، يعدي على اي حد. ايوه انا بفهمك ليه يعدي على اي حد، لان المستوى اللي احنا هنلعبه اللي جاي ده غير المستوى اللي احنا كنا فيه النهارده وامبارح واول امبارح من 10 ايام. ده النهارده انت بتطمن على فرقتك اطمئنان، بس مش يا ريت 70% من اللي لعبوه في البطوله دي يعدوا على اي حد في الدنيا. فعندنا اخطاء بقى في ايه، لازم تتعالج. ثانيه واحده، لازم حد يتكلم مع المدير الفني في التغييرات انها تبقى بدري شويه، لازم يتكلم هل اللعيبه دي عنده هو الاقدر وهو اللي عارف اللعيبه دي فعلا تعبانه اللي قاعده على الخط وما ابتداش بيها وهو بيوفرها، او هو شايف كذا سيناريو عنده، لان مساحه اللعيبه اللي عنده تديله اللي هو عايزه. هل اللعيب النهارده احسن عبد القادر، عبد القادر احسن دي رؤيه فنيه، دي رؤية هو كمدير فني بيحدد مين اللي يبتدي النهارده الماتش. بس انت النهارده ادام لعبت مع اللي اضعف منك بثلاثه في نص الملعب بشكل دفاعي، النهارده انت لازم كنت تلعب مع الاقوى منك بنفس الشكل ده، ان انت فتحت الحكايه وبصيت الحكايه من فوق وقلت انا خسران مثلا ليه، والعب واوري الكره اللي عندي، بس في حسابات، في ايقاع، في تيمبو في المباريات، لازم انا بقى مش حاطط كل حاجه على اللعيبه، ما هو اللعيب بيخطا، ما هو ديانج النهارده نزل خلص لك الماتش، اعمل لك واحده لورا كره خطيره، كره خطيره، ما هي الاجوان بتيجي منين؟ اقسم لك بالله الفرقه الثانيه ما كانتش موجوده، ما جاتش، مش كده علاء ولا ايه؟ انت مش قلت كده في الاوف تايم؟ الفرقه ما جاتش الثانيه دي، الفرقه دي خدت ماتش ما تاخدوش، عشان كده كانوا متعصبين ومتضايقين منك ان انت دايس عليهم ومعدي منهم ومخلص عليهم ومرقص فيهم وعامل كل حاجه. فانا قاعد بسمع وساكت، انما ده كان وضعي العادي ان انا اخد ميداليه او ما اخدش ميداليه، احنا اللي مكبرين نفسنا واحنا الكبار فعلا. احنا بيطلب مننا احنا لازم ناخد الميداليه. لما بتلعب مع فلامينجو البرازيل بطل امريكا الجنوبيه، لو ما خدتش ما حدش هيقول لك حاجه. انما لما تعمل فيهم كده النهارده، هو ده بس اللي مزعلك. هو ده اللي خلاك كنت عايز النهارده يبقى لك بتستلم الميداليه النهارده وبتعمل انجاز الثالث على التوالي. هو ده الخساره اللي انت خسرتها النهارده. انما ما خسرتش حاجه جايه. انت مش خسران حاجه جايه خالص. انت مش خسران بطوله جايه. انت مش خسران، ده انت كل البطولات في انتظارك. ان شاء الله. الدنيا يعني باذن الله كلها بالاداء ده، يمكن ربنا بياخد منك دي عشان يخليك تهتم بقى باللي جاي، تهتم انا بتسميه بالنسبه للجماهير الاقوى اللي هو الدوري العام، البطوله الافريقيه اللي انت بتحتفظ بيها دايما، وكل الظروف دايما. انت ياما لعبت بطولات افريقيا وعلى طول بتطلع التاني على اخر ماتش ولا غلط، ونروح ناخد البطوله. احنا بنعرف نلم نفسنا، بنعرف احنا رايحين فين وجايين منين، عندنا اجهزه فنيه، عندنا اداره، عندنا كل حاجه بتعرف توصل للعيبه كل حاجه وتلم اللعيبه. انت على طول عندك ضغوطات في مواعيد، انت شفت اللي جاي عامل ازاي؟ لسه هتكلم مع كابتن علي. كل ثلاث ايام ماتش 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 ماتش، انت لازم تبقى باكنج. مفيش فرقه في مصر بتلعب النادي الاهلي ده بيلعبه،
بيرستاو دي كمان في اول هاف تايم تخلص الدنيا، فاكرها؟ لا ده دي الكره اللي هي جت بتاعت علي معلول اللي عملها له بالعرض. علي معلول ده دي في اول تايم. أيوة دي من احلى الاجوان لو كانت دخلت في الحياه، اللي هي عايزه توجيه بس مش بالقوه نفس القوه اللي عملها قفشه في مباراه ريال مدريد. قفشه ريال مدريد دي كمان كانت هتبقى قفشه عالميه. ده دي بعد جول احمد عبد القادر مباشره صح؟ دي يعني هنكسب 2-1. لا ده كان هيبقى الهدف الثالث. ده الثالث. ده كان هيبقى الهدف الثالث. لا دي بعد جول. ايوه دي بعد احمد عبد القادر الجول ده. دي في الدقيقة 63. ايوه ده الثالث. ده الثالث يا علاء. طب بص يا علاء بالظبط. ما دي اللي اتكلمت عليها انا بقول لك. انت بتلعب فلامينجو وبتلعبهم بالشكل ده وبتعمل فيهم اللي انت شايفه ده كوتس. 2 4 6 6 من فلامينجو 7 على الخط. مظبوط. وانت 1 2 3 4 وعندك واحد على الطرف يعمل يتعامل مع علي معلول. ماشي. اذا انت الاهلي. ماشي بس انت في المباريات اللي زي دي المباريات الكبيرة لو ما استفدتش من الفرص اللي بتجيلك هتخسر في النهايه. احنا متفقين انا وانت والكباتن النهارده هارد لك يعني النهارده انت مش يومك خلاص. حصل سيناريو بعد في الدقيقه 70 غير مقدر ليه انه يكون موجود خالص. انت عايز تقول في اخطاء فنيه؟ في اخطاء فنيه عايز تعمل، انما حالتك انت، حالتك انت كفريق ما شاء الله واقف على رجلك بتلعب اعتى الفرق في العالم. لو جبت لي اي فرقه النهارده الهلال السعودي ان شاء الله بالتوفيق يعني هيلعبوا دلوقتي لعبوا مع بنفس السيناريو العكسي. أيوة. مع فلامينجو. أيوة. طرد 2 بينالتي. يعني كل حاجة اليوم يومهم. أيوة. فهمتني؟ أيوة. ولو في وقت تاني كانت فلامينجو ممكن تتعادل 3-2 على آخر لو في وقت كمان ممكن كانت فلامينجو دي وهي وناقصة كانت تخش في الجيم. محدش يتكلم وكلنا قلنا السعودية لعبت كويس، السعودية دخلت جابت أهداف. ليه؟ لأن النتيجة كانت في صالحها. والسعودية وصلت إزاي؟ بهدف في آخر التعادل مع الوداد في اخر ثانيه الماتش خلص. ايوه محدش يتكلم. انت فهمتني؟ هي دي الكوره، تبقى في بقك وتوصل لغيرك يعني. فاللي حصل ده هو ده نفس المثل يعني. انما انا شريف عبد المنعم مطمن جدا على فرقتي كمشاهد بقى كمحلل كاي واحد لعب كوره كده، والكباتن عارفين كل الكلام ده. بس احنا زعلانين، زعلانين عشان حاجه احنا وصلنا لها خلاص. واحنا كنا مصدقين ان احنا هنلعب في المنجو بالشكل ده، ولا هنعمل كده على فلامينجو النهارده، ولا هيبقى شكلنا في الملعب كده؟ محدش كان اللي بيقول لك هنتغلب 3 واللي بيقول لك هنتغلب 4 واللي وانا وانت قلت لك هنكسب 3-1. 3-1 ما جاتش. جات لنا. جات لنا يا ايمن 3-1 والله جت 3-1 وتخلص. وبلال وعلي قال لك اعمل ايقاع بقى، اقع، امسك الكوره، باصي، موت الكوره، مش دوك 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 ده مع عادل بيقول لك دد 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 دد. وانت هو انت بلاستيك؟ مع عضلاتك هتشد وحياتك هتتعب، والكونتر اتاك عليك هو هيبقى هانجري فيك بقى، جعان، عايز يوصل باي شكل. شكله مش كويس، ولكن الحظ اداله من بعيد قوي. دي فرقه انا اعتقد ان هم البرازيليين كلهم مش مبسوطين على الاداء اللي حصل فيهم النهارده ده. ياخدوا ميداليه مبروك. شكرا. جاي تلعب على السيمي فاينل والفاينل، انت بتلعب فرقه بقى 10 ايام بتلعب كوره. في حسابات الدنيا كلها عارفاها، كل الصحافه في العالم بتتكلم على فرقتك. ايه دي ايجابياتي اللي انا اقدر اتكلم فيها دلوقتي؟ غير كده شكرا وييجوا بالسلامه ان شاء الله. والقادم اللي هو الافيد بالنسبه لي انا منتظره باذن الله بنفس الشكل بنفس الروح بنفس الاداء بنفس اللعيبه باذن الله يا كابتن. ان شاء الله باذن الله. الفتره اللي جايه كابتن علاء فتره صعبه، فيها ضغط مباريات في مسابقات مختلفه. عندنا الهلال السوداني في بطوله افريقيا، عندنا السبت وثلاثة على طول. 18 21 بالظبط، وبعدين 25، بعدين كل 3 ايام مباراه. اللي هو الحاجه اللي انت دايما كل سنه بتعاني منها بعد اشتراكك في بطوله كاس العالم للانديه. صح. بس في حاجه اتفضل. يعني مهما قلت لي وانا لعيب في الفرقه، ودي مرينا بيها كتير جدا، حاول تنسى اللي حصل. لا مش هتنساه بسهوله. لا مش بسهوله. وفي بعض الناس هتاخد وقت طبعا، بعض الناس هتتضايق، وبعض الناس هتاثر بالزبط. شويه بالظبط. دي مهمه مين؟ الجهاز الفني. بالظبط الجهاز الفني، واكيد سيد عبد الحفيظ لازم، واكيد انا متاكد منه الكابتن هيقعد معاهم. بس الكابتن كويس شويه، هو تعبان وضعه تعبان، اكيد لما يرجعوا هيقعد معاهم. لا مش هيعدي الموقف ده كده. ايوه الموقف اللي حصل النهارده ده بالاحداث بكل الكلام احنا اتكلمنا فيه ده بالمباراه في الاخر هو ربنا رايد، لكن انت بتبص على احداث المباراه بس مش هيبقى فيه عتاب. لا 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 انا بقول قاعده. بص يا ايمن ما اعرفش انا ما حسيتهاش او ما مرتش عليا طول فتره وجودي في النادي الاهلي اثناء لعبي ولا حتى مدرب ولا حاجه،
ان انا ممكن اعاتبك واعنفك واقول لك انت السبب في اللي حصل. استحاله لا مش موجود عندنا. مش موجود. مظبوط. عشان كده الحمد لله يكاد يكون ما عندكش مشاكل تماما. الحمد لله. حتى لو في مشكله ما بتطلعش كده الناس كلها تتكلم فيها، لا. لكن حتى لو في مشكله بتقفل عليها. يعني انا مش متخيل مثلا ان كولر النهارده او بكره يعاتب شريف على الفرص. انت كنت السبب. عمره ما اقول كلمه زي كده. ولا سيد عبد الحفيظ او انت السبب. شريف عارف كده الواحد. انت السبب يا شريف الشناوي ان انت لا 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 الموضوع ده مش في النادي الاهلي اللي انا متاكد منه. لكن ما فيش عتاب، لكن في تصحيح للاخطاء. اخطاء صح. واللي جاي بقى خلاص النهارده بعد المباراه بقى ماضي خلاص. فزت بالميداليه، ما فزتش بقى ماضي. كنت لو فزت هتفرح وكمالك هتبسط جدا وانجاز جميل جدا وكل الكلام ده ماشي خلاص. لكن في الاخر هو ربنا مش هيد لك النهارده، فتقول الحمد لله وخلاص على كده. فكر في اللي جاي. اللي جاي اللي انا متاكد منه في قاعده هتحصل اكيد مع الكابتن، وهيتكلم مع اللعيبه، واكيد الكابتن ليه طريقه في الكلام يعني مقنعه جدا، ما فيهاش عتاب، ما فيهاش تحميل مسؤوليه لحد. ان انت في الاخر كلك انت اسمك النادي الاهلي، مش محمد شريف، مش الشناوي، مش عارف مين، لا اسمك النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيكسب يقولوا النادي الاهلي كسب. حصل اي اخفاق النادي الاهلي حصل له اخفاق. فهي مش حاجه مش فرديه. ايوه. فده دي المهمه الفتره اللي جايه. كلام كتير، الثقه ترجع لك تاني. اللي حصل حصل، نبدا نشوف اخطائنا ونبدا نشتغل على القادم. القادم سبت تلات ده فتره متعبه جدا للنادي الاهلي جدا. لكن هو في حاجه كويسه الحمد رب العالمين، اصاباتك قليله. يعني عندك السلية بس الحمد لله، عندك الباقي كله موجود. تتكلم عن اجهاد بس. الاجهاد بس. الاجهاد ده يعني امره سهل، يعني يومين ثلاثه ان شاء الله تبقى كل الامور مظبوطه ولعيبتك ترجع تاني حياتها طبيعيه، والسلية ان شاء الله يرجع وفي مكان السلية. يعني عندك ما عندكش مشكله. بس هي المسؤوليه او الماموريه دي مش بتاعت مدير فني بس ولا جهاز فني بس، لان اللعيبه كمان خلي بالك، اللعيبه عشان تخرج من اللي هي فيها لازم برضو الافكار. طبعا عايز اقول، مش عايز اقول ان فكر كل لعيب زي الثاني، ولكن في بعض اللعيبه ممكن تاخد وقت كبير. بالظبط. في بعض اللعيبه اكتر من الثانيه. انا بقول لك عشان كده هي دي مهمه. انت كلاعب نفسك لازم برضو انت تحاول تخرج نفسك من الموضوع دوت بسهوله. لكن انا كلاعب لوحدي مش عارف اخرج نفسي لوحدي. في لعيبه برضو محتاجه حد يخرجها، محتاج حد عارف انت يزقها كده. لا ما حصلش حاجه. الكلام ده بيجي من مين؟ بيجي من نجم كبير، حد كبير في الفريق، حد كبير في المنظومه كلها. عشان ابقى انا اما اجي اكلمك لازم الكلام ابقى مقنع يا ايمن. مش هاجي اكلمك وانا كلام مش مقنع، او انا معلش مش انا بالقيمه المؤثره فيك انت. دايما بقول كلمه اما اجي اتكلم مع لعيب النادي الاهلي لازم ابقى اكون انا شخصيه مقنعه. ايوه. شخصيه لا ليا في اسم بيتكلم معاك عشان انت لعيب النادي الاهلي، غير اما اتكلم معاك اي حد. لا اما اكون اسم بيتكلم معاك واقول لك لا حصل كذا 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 وانت غلطت في كذا والفتره الجايه كذا، انا من جوايا هبقى مقتنع جدا تماما. مش لازم مدير فني. ايوه خالص. لكن زي ما بقول لك انا اكيد اللعيبه لازم تقعد مع بعض، ودي مهمه كابتن الفريق كان بيتكلم عليها بلال من شويه. دي من اهم بقى مهماته دلوقتي الشناوي، لازم هو مع اللعيبه الاول يتعاهدوا خلاص الحمد لله انتهت، ونبص على قادم من غير لوم، من غير عتاب، من غير اللي حصل خالص. بعدها سيد اكيد سيد هو عارف دوره كويس اول فتره، مهم جدا 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 حته الترابط دي، لان برضو في ناس هتبدا تصطاد فيك. ايوه. ما هو بص ايمن بالظبط، ما تقنعنيش ان كل الناس عايزه تبقى كويس وانت تكسب وانت الاهلي وانت لا لا لا، ما في ناس كده وناس كده. لكن الحمد لله الغالبيه ناس بتحبك. الناس عايز توقعك بقى انت، دي مهمتك انت. طيب. مهمك تقفل على لعيبتك، خصوصا الكلام اللي هيبقى من بره. من بره اذا كان حد بيتكلم او التعليقه او مش عارف في برنامج ولا حاجه خالص، انت تقفل على لعيبتك كويس قوي وتبدا انا عايز افكر في القادم. عشان انا النادي الاهلي لما بضيع مني بطوله او بيحصل اخفاق ماشي مفيش مشكله، وابدا افكر في اللي جاي عشان استمر تاني، وابدا افكر في بطوله افريقيا ودي الاهم ان شاء الله تبقى تفوز بيها ان شاء الله، ودي انا متاكد منها. عندك دوري مرهق جدا طبعا، ماتشين في كل اسبوع، انت محتاج يا ايمن كل لعيب. عشان كده بقول لك لازم كل لعيبتك تبقى في احسن حالاتها النفسيه الاول، بدنيه دي مقدور عليها والفنيه دي كله الكلام ده ماشي، النفسيه صحيح. عشان كده بقول لك انا متوقع ان الكابتن هيقعد معاهم، وقعده الكابتن خطيب
بتوفر كتير قوي في الوقت نفسه. لانك انا بتكلم مع كابتن خطيب انت بتتكلم في موضوع مختلف شويه، عشان كده بقول لك لازم اللي اتكلم معاك يبقى انا شخصيه مقنعه يعني اكيد الناس كلها محترمه والناس كلها كبيره واللعيبه الاهلي تحترم كل الناس، لكن الكلام بيجي من حد كده قيمته عاليه وشخصيه كبيره في الكوره وشخصيه رئيس النادي وهو كمان مسؤول عن موضوع الكوره ده، اعتقد الموضوع بيفرق تماما، مختلف تماما، والاسلوب بيفرق، اسلوب الكلام بيفرق. صحيح. ممكن اما لو عنف عادل وعادل متضايق انا ممكن اوديه حته تانية خالص، انا ممكن بكلام هادي جدا بسيط في حاجه كويسه لعادل في رفع معنويات الموضوع. صحيح. بيفرق، مش هياخد معاك وقت، تاني يوم هتلاقي عادل نازل الملعب عايز يعمل كل حاجه كويسه، فهو ده المطلوب. مطلوب يرجعوا ان شاء الله بكره ان شاء الله، بعد ما سمعت ان هم بالليل هيرجعوا كده هيدي يوم راحه ولا حاجه، تجمع كله هيبقى عباره عن كلام وعباره عن استشفاء تمام كويس قوي، يطمن على لعيبته كويس واللعيبه المصابه زي عمرو ان شاء الله يطلع يعني يتعالج بسرعه ويرجعوا، والتركيز هنا اول ما خلاص ان شاء الله الطياره توصل خلاص انا ببدا اركز هنا، مطلوب مني افريقيا، مطلوب مني دوري ان شاء الله. وفي حاجه اهم بقى طبعا بسرعه، لازم اللعيبه تعرف حاجه واحده، نورام جمهور كبير جدا 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 عمره ما هيلوم عليهم، بالعكس جمهور النادي الاهلي هو اول واحد هو اللي هياخد بايدك، عشان هو عارف ان انت دايما فرحته كتير جدا وانت عمرك ما بتخش بطوله عايز تخسرها، بالعكس عشان كده جمهورك يعني معليك بطريقه مش طبيعيه، وراك على طول دفعك دايما للاحسن مش الاوحش الحمد لله، ومستني منك الاحسن ان شاء الله. اكيد ان شاء الله، اكيد باذن الله رب. نروح لفاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن عادل كنا بنتكلم مع الكابتن عن الفتره القادمه ومدى صعوبتها. فيها صعوبه كبيره قوي، انت عندك طريقه التعامل معها. انت لعبت ثلاث ماتشات، اربع ماتشات في 10 ايام، وغير اللي انت لعبته هنا في القاهره قبل ما تروح، ودي كانت صعبه ومباريات من العيار تقيل يعني. أي. اول حاجه كان عندك كمان كان عندك حته مش يعني الاجهاد بتاع المباريات دي، لازم اول حاجه تخرج من بطولة كأس العالم خلاص انت خلصت، ترجع هتشتغل على بطولة الدوري وهتبقى في قلبها افريقيا، فانت هتشتغل على تكتيكين مختلفين، يبقى انت لازم تعرف اول حاجة، ودي نصيحة كده للاعبين قبل اي حد، الفترة القادمة اجل كل حاجة في حياتك، عيشها اكل نوم تمرين لعب اكتر من كده لا. حتى المجاملات. عايز اسالك سؤال في نقطه معينه. طريقه اللعب قد تبدو في بعض الاحيان ان احنا بنختلف فيها مع مستر كولر مع قوه الخصم او قوه المنافس. هو ممكن يكون بيفكر في حاجه تانية علشان يغير مفهوم اللعيب المصري او فكر اللعيب المصري، ان انت لما بتلعب فرقه كبيره ما تخافش منها، لا انت ممكن تجاريها. انت ممكن تلعب معاها. هل هو ممكن يكون بيفكر بالاسلوب دوت؟ لو فكر فيها ما تبقاش حلوه، لو عاوز تعملها اعملها في مباراه وديه، زي هتلعب ريال مدريد في مباراه وديه اعملها، هتلعب فلامينكو في مباراه وديه اعملها، لكن انت لو عاوز تخلي اللعيبه تتعود على دي مش في المباريات الرسميه. لان دي محسوبه. اللي حصل يعني باختصار يعني من وجهه نظري يعني اللي حصل انك انت افردت في الجري، بكلمك على لعيبه الاهلي، افردت في الجري في المباراتين مع الاجهاد اللي قبله، قراراتك بتبقى خطا في اخر المباراه. بيحصل لك انك بتتصدم، الشناوي ياخد قرار غلط، محمد شريف ياخد قرار غلط وهو بيلعب الكوره، انت فاهمني يا كابتن؟ ففي الحاجات دي كلها يجب ان انت تحافظ عليها، بمعنى انك انت يعني التفاصيل الصغيره بتاعت اسرار الفريق اللاعب العربي او اللاعب المصري، وعلى الاخص اللاعب المصري مع الكره الحديثه الجديده. انك انت اللاعب المصري ممكن يبدو ليك، انا بتكلم على المدربين اللي بيجوا مصر بيشوفوا، ممكن يبدو ليك ان هو مش مهيئ كامله في فكر وقوه وجري وحاجات، انت تقدر تلعب على قد اللي عنده، انت فاهمني؟ لكن خلينا نتكلم على الفترة القادمة. الفترة القادمة انت عندك ماتش الهلال، ماتش مهم جدا، بداية بطولة افريقيا، البطولة المحببة ليك. عندك الدوري ان شاء الله السنة دي، لا يعني احنا ماشيين فيه بصورة جيدة، لازم ان شاء الله يعني نخلصه بدري، وعندك الفرصة دي
عندك فرصة كبيرة قوي انك انت ان شاء الله تمشي فيه بشكل كويس. الحاجة التانية المهمة عندك مجموعة من اللاعبين على اعلى مستوى. ما عندكش نواقص، بمعنى وانت قلت كلمة حلوة كابتن انك انت ما عندكش اصابات كمان الحمد لله. انت كان بيبقى عندك بدلك، انت قبل ماتش الزمالك 11 لعيب كان عندهم اصابة، الحمد لله في الوقت ده ما عندكش، جاب لك اكتر من لاعب مميز في اماكن. يعني انا بقول مكسب الفترة اللي فاتت دي كان في اللعيبة اللي احنا جبناها، في خالد ومروان في وسط الملعب وغير الناس اللي جم الجداد اللي هتشوفهم. فدي حاجه اعتقد ان البطوله دي يا كابتن عادل مرتبطه ببطوله افريقيا، يعني عايز اتاكد من الموضوع دوت ان خالد عبد الفتاح ومحمد عبد المنعم المباراه القادمه. انا بقول كده ان هي مرتبطه، يعني يمكن اللوائح عاوزين نشوفها. محمد متواجد، محمد عبد المنعم متواجد، خالد هو اللي هيغيب بسبب الطرد. طب المشكله بس في حاجه مهمه قوي، يعني المشكله انه دي كمان بتحط عليك لود ازيد. انت عارف ان لو اللعيبه مش عارفه ان البطولتين دول مش مرتبطين ببعض تبقى مشكله كبيره. القرار انك انت يحصل منك ده وانت بس عارف، بس هو طرد خاطئ من الحكم. لا مش بتكلم على الطرد، انا بتكلم على انك انت في حصل حاجات انا ما كنتش مبسوط منها، اللي هو انك تتنرفز والاحتكاك في الاخر. عمرنا ما كنا كده، فاهمني؟ ده يديك انطباع ان هم كانوا خارج نطاق الخدمه. انت بيدخل فيك جوان كده، بيدخل عدم تركيز ثانيه. الهدف صحيح بيجي في ثانيه، صحيح نتيجه قرار خاطئ ولا حاجه. لكن كنت عاوز اكمل الحته بتاعت اللعيبه، بس اللعيبه الفتره اللي القادمه يعني ان شاء الله ارجو منهم، لانه لازم يعرفوا، لازم يبقى عندهم ال 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 الفلسفه بتاعت الوحدات التدريبيه والمباريات والاجهاد. لان احنا ما كانش بيبقى عندنا دي يا كابتن ايمن. بمعنى ايه؟ انا ممكن النهارده يبقى عندي تمرين قوي قوي او لعبت مباراه قويه قوي وعندي واجب يعني عائلي ولا اي حاجه، انا ممكن ااجله، ما اروحش ان انا ازور حد، انت فاهم، عشان ارتاح للمباراه الكبيره دي. في اولويات الفتره اللي جايه، عندك ماتشات كل يومين ثلاثه، فانت عيش للكوره الشهرين دول. يعني ده ارجو من اللعيب، لو ما عملوش كده بعضهم كتير هيتعور، وبعضهم كتير واللي هيغيب يا كابتن، واللي هيغيب اسبوع واحد هيغيب عن مباراتين وثلاثه احيانا. ودي المشكله الكبيره، يعني هيغيب مباراتين او ثلاث مباريات. صح. فارجو الهدوء من اللعيبه وانه يساعدوا المدرب. الحاجه الثانيه، انا بثق في اداره النادي من قوتها، لما بتكسب ما بتقعدش تقلب الدنيا ان انت كسبنا، ولما بتخسر ما بتقلبش الدنيا برضه. يعني بالعكس احنا عاقلين جدا وبنمشي بخطوات جيده، وبتقف جنب المدرب بطريقه حلوه وبطريقه جيده. فارجو يعني ان شاء الله من اللعيبه الثبات ده، علشان احنا عندنا بطوله الدوري مهمه ان شاء الله لازم ناخده السنه دي، بطوله كاس افريقيا ان شاء الله ناخدها السنه دي، عندنا كاس مصر برضو ممكن نشتغل في اللي هو الجديد ده. دور اللعيبه، دور الجهاز الفني. لا، الجهاز الفني دوره بقى يدرس مين، ايه الاسباب اللي ادت الى في الماتشين مع الفرقتين الكبار حصل لك الاهداف دي اخر ثلث ساعه. هل انت افرطت في الجري كتير واللعب المفتوح، وانك انت ما اديتش الفرقتين حجمهم الطبيعي زي ما اديت الفرقتين اللي قبليهم اللي هو سياتل واوكلاند اديتهم حجمهم، يمكن انت اديتهم حجم كبير قوي انك لعبتهم بثلاثه فندرات. هل انت ما اديتش حجم للفرقتين؟ هل انت لما بتضيع اهداف الناحيه النفسيه بتاعت اللعيبه تنزل؟ كل دي دروس لازم انت يعني كجهاز تدرسوها كويس، لان جات لكم علامات جيده جدا، علشان ما تجيش في وسط دوري، ما تجيش يضيع منك ماتش ولا اتنين ولا ثلاثه في بطوله افريقيا. فالحمد لله جت في الوقت ده يدرسها كويس ويشوف ايه الاسباب. دور مخطط الاحمال الفتره اللي جايه هو ده المهم جدا. ما مخطط الاحمال هو اللي هيقول له ده هيلعب قد ايه وده اللي هيلعب قد ايه، لانه التدوير في الوقت ده مناسب جدا كتير، وكل ماتش هتيجي تلعبه هيبقى فيه ممكن انت تكون عامل الماتش اللي فات كويس، لكن
خدت مباريات كتير. بص يا عادل لو قلت على واحد تاني عادل ريال مدريد في 13 دقيقة 1-0. انت مش مسألة انت لعبت على الثالث والرابع ولا انت ما لعبتش فاينل، ريال مدريد كويس هو بتلعب مع الفاينل، فانت لعبت 40 دقيقة كنت ممكن تجيب 3-4 تجوان. انت ظروف المباريات العكس شكل النتائج اللي بتحصل، ولكن انت قلته فعلا انت لازم تحافظ على ادائك والايقاع بتاعك خلال ال 90 طوال المباراه خلال 90 دقيقه يبقى في اخطاء لازم تعالجها. ما ايه الفرق ما بين النادي الكبير؟ لا يا كابتن بص في حاجه مهمه، الفرق ما بين النادي الكبير والانديه اللي مش كبيره ايه؟ النادي الكبير بيبقى عنده اسبابه في المكسب واسبابه في الخساره. لما بيجي يكسب النادي الكبير بيكسب اكتر حاجه، ولما بيجي يخسر بيخسر اقل حاجه. ليه؟ لانه منظم ومنتظم في طريقه اللعب. انت فاهمني؟ لما بيحصل لك نتائج كبيره انت كمدرب بترجع لحاجتين عندك، انت بتدور هل ناحيه بدنيه ولا ناحيه تركيز. كل الحاجات دي لو ما حطيتش ايدك كويس على الخطا اذا كان مني او من اللعيبه او من الجهاز او بدني، لو ما حطيتش ايدك فعلا على الخطا كويس ما بتعرفش تعالجه. يعني احسن صحيح. حاجه انك انت تسبب المرض، تقول هنا كان في حاجه وهشتغل عليها، ودي حاجه مهمه جدا. واتمنى ان اللعيبه تنسى وتشتغل بقى الشغل بتاعها العادي. بس برضو النصيحه المهمه ان اللعيبه لازم طول الوقت تحافظ على يعني على حته الحفاظ على حته المعيشه. صحيح دي مهمه جدا. صحيح. وانا بعنيها لانه اللعيب بيبقى محروم فتره من الخروج او الحاجات دي، بس دي فتره مهمه جدا، لانك لو ما عملتهاش انت بتعمل مجهود كبير ممكن تتعور. صحيح. الفتره اللي جايه كابتن بلال عايزه قبل ما نطلع فاصل عايزه ترتيبات خاصه سواء من اللعيبه او من الجهاز الفني. يعني هتطلع فاصل ولا فكر؟ لا قبل يعني هنطلع فاصل بعد حضرتك تتكلم. ماشي. طب قول قبل ما نطلع فاصل. مش عارف. شوف يا كابتن، يعني انت جاي من مكاسب في الدوري العام. تمام؟ وحققت نتائج ايجابيه في الدوري العام وفارق كتير جدا عن الفرق اللي تحتيك بما فيهم المنافس اللي ما اصبحش منافس في الوقت الحالي. فبطولة كاس العالم كواليتي مختلفة تماما. كل منك الاقل منك انت كسبته وكسبته مستريح جدا. اوكلاند سيتي اقل من قدرات وامكانيات الاهلي، وبالتالي انت تعاملت معاه بالتعامل اللي يليق بيه. كسبته 3-0. المباراة اللي بعديها في ليفل اعلى شوية كسبت المباراة اثناء ال 90 دقيقة. المباراة اللي بعديها مختلفة تماما، كواليتي مختلف، امكانيات مختلفة، قدرات مختلفة، كل حاجة في الكورة مختلفة تماما ما بينك وبين ريال مدريد. صحيح. ومع ذلك كنت ند في وقت من الاوقات. المباراة اللي بعديها برضو كواليتي مختلفة، يعني بص ال- 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 القيمة التسويقية ما بين فرقة النادي الاهلي وفرقة فلامينجو. تمام؟ قد ايه؟ هم بتتكلم في 160 مليون، انت بتتكلم في 30 مليون في 29 يعني 30 مليون. فروقات كبيرة جدا جدا يا كابتن. بس انت مع ذلك النهارده كنت كسبان، وكان ممكن لولا بعض يعني الاخطاء صحيح او بعض القرارات الخاصه بعض مزبوط. القرارات وسوء التوفيق وسوء التصرف كان ممكن تطلع مزبوط. كسبان الميداليه البرونزيه النهارده. الفتره اللي جايه مختلفه تماما يا كابتن. الكواليتي مختلفه، طريقه اللعبه مختلفه، الامكانيات اللي هتلعب قدامها مختلفه. النهارده انت ممكن تكون بتلعب جيم مفتوح، المباراه اللي جايه لا، الجيم هيبقى مقفول، هتلاعب فرق ممكن تكون اقل منك في الامكانيات. التاكتكس بتبقى مختلفه بتاعتهم، هم يلعبوا ازاي وانت تلعب ازاي، هو يلعب على الكاونتر اتاك، فهترجع تاني لحته ازاي ابذل مجهود كبير جدا عشان اصنع فرص محققه للتهديف. انت النهارده ممكن الملعب مفتوح بالنسبه لك، فتقدر تروح للجول مره واثنين وثلاثه واربعه، انك بتلعب فرق هو الجيم بالنسبه له رايح جاي، الجيم مفتوح بالنسبه لك، فعندك مساحات تقدر تشتغل فيها. تمام؟ فبالتالي بتتخلق لك فرص. المباراة الدوري العام الامور هتبقى مختلفة من وجهة نظري الشخصية، هي اصعب مش اصعب عشان الكواليتي اعلى، لا اصعب عشان الجيم بيبقى مقفول عليك في اللعب. الجيم لما بيبقى مقفول انت بتحاول بقدر الامكان انك تبذل مجهود كبير ذهني
اكتر منه بدني عشان تخلق فرص محققه للتهديف. يعني انت النهارده لما تلعب المباراه اللي جايه بالنسبه لك، انا بتكلم عن في الدوري العام مش افريقيا، بس مش افريقيا، افريقيا ممكن تكون الامور يعني افضل شويه لانك انت برضو الليفل اللي هتلعب معاه كبير، فبالتالي ممكن الجيم يبقى مفتوح. صحيح. اه ممكن تعاني شويه من سرعته بتاعه وقريبين منك في الـ في الـ قريبين منك في الاداء، لكن انا بشوف ان الاهلي كتيم افضل فرقه افريقيه في الوقت الحالي. لكن انا بتكلم عن الدوري العام، احنا مش عايزين نخسر في الدوري العام. السنه اللي فاتت مشكلتنا كلها جت بعد الرجوع، مشكلتنا كلها جت بعد بطوله كاس العالم للانديه. المباريات زي ما الكابتن علاء كان بيتكلم، سبت وثلاث وسبت وثلاث وسبت وثلاث، يعني المدير الفني عليه دور مهم جدا 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 في الروتيشن اللي هيعمله ما بين اللعيبه وبعضها. مش بس في كده يا كابتن، في مين الاجهز بدنيا ويقدر يتحمل ومين ما يقدرش يتحمل. مين ممكن يلعب ماتش واثنين ويرتاح، وممكن يلعب ماتش واثنين وثلاثه واربعه تمام واصبر عليه وبعد كده ريحه. الموضوع ده صعب جدا، لان هو ده كان السبب الرئيسي في خساره النادي الاهلي للدور العام الموسم اللي فات. الموسم اللي فات انت عانيت بشكل كبير. ليه يا كابتن ايمن؟ لان خد بالك انا النهارده بلعب النهارده، خد بالك انت، هل النهارده الاحمال البدنيه على لعيبه النادي الاهلي اربع مباريات في حوالي 10 ايام مش هياثروا عليك سلبا في اللي جاي؟ لا، ممكن اكيد هياثروا سلبا، الا اذا قدرت انت كمدير فني تتخطى الحته دي بشكل كويس. صح. كمان مش بس المدير الفني، ده كمان اللعيبه. صح. كمان اللعيبه عليه دور مهم جدا 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 جدا. انت عندك فتره مهمه جدا لازم تعيش فيها للكره فقط، يعمل معسكر لنفسك للكره فقط لا غير، تقدر تتدرب وتريح وتعمل ريكفري بتاعك كويس جدا وتاكل بشكل كويس جدا 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 عشان توصل في كل مباراه انك بتأدي بشكل كويس. احنا مش عايزين قصه الاصابات تتكرر مره ثانيه يا كابتن عيم. عشان كده مهم جدا الفتره اللي جايه لازم اللعيبه تحافظ على نفسها بشكل كويس. مدير الفني لازم بشكل كبير جدا يعرف يتعامل مع ضغوطات المباراه، مش هلاقي الحته دي في اي حته في العالم، تاخد بالك؟ لان انت بتلعب يلا بسرعه الماتش اللي جاي واللي بعديه واللي بعديه واللي بعديه. لو لا قدر الله ابتدينا بدايه سيئه، لا قدر الله ممكن الموضوع يطول معانا، لكن انا اتمنى ان البدايه تكون قويه جدا، وانا اثق في لعيبه النادي الاهلي واثق في امكانيات وقدرات لعيبه النادي. البدايه افريقيه مع الهلال السوداني، بتكلم من افريقي. ايوه انا بقول لك البدايه افريقيه مع الهلال السوداني، الماتش هيبقى صعب. السودان هنا ولا هناك؟ الهلال خسر من صن داونز المباراه هنا ولا هناك؟ في الهلال المباراه هناك يا كابتن. في صن داونز كان بيلعب في ملعبه وكسب في ملعبه. ايوه بالظبط، المباراه صعبه اكيد. صعبه بدايه صعبه طبعا جدا، اللعب في الاراضي السودانيه صعبه جدا، خد بالك. وهم كمان يعني عندنا يعني مع بعض كده، عارف انت ايه، منافسه شديده جدا جدا جدا، فبتبقى الامور واخده ايه طبع الاهلي والزمالك، فاهم قصدي؟ فانا اتمنى باذن الله المباراه اللي جايه ان شاء الله هتفرق معانا برضو في مسالتنا في افريقيا بشكل كبير، هتخليك تحطك في حته تانية مختلفه خالص. انت اوريدي اصلا في حته تانية مختلفه، هو اوريدي هيبقى خايف منك، بس خايف وعنده روح قتاليه عاليه جدا جدا، لانه بيلعب النادي الاهلي بطل مظبوط افريقي، بيلعب مزبوط. النادي الاهلي اللي احرج ريال مدريد، بيلعب النادي الاهلي اللي احرج فلامينجو، فالنهارده هو عايز يكسب النادي الاهلي في ملعبه عشان يقول انا قدرت اقهر الاسطوره بتاعت افريقيا. صحيح. تمام، انا اتمنى ان شاء الله المباراه اللي جايه هتبقى دي بدايه الانطلاق لافريقيا والدوري العام باذن الله. ان شاء الله باذن الله، وزي ما قالوا كابتننا الكبار ان شاء الله تبقى بدايه انطلاق في افريقيا، وان شاء الله باذن الله اللي حصل السنتين اللي فاتوا ما يحصلش تاني في البطولات المحليه، وترجع تاني بطوله الدوري لمكانها المفضل في الجزيره بالنادي الاهلي. بكده أعزائي المشاهدين بنصل لنهاية الاستوديو التحليلي لمباراة النادي الأهلي وفلامينجو البرازيلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم للأندية، والتي انتهت بفوز فلامينجو وتحقيقه للميدالية البرونزية. كل التوفيق للنادي الأهلي الفترة القادمة الصعبة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني. بشكرك كابتن أيمن، وهارد لك، والنادي الأهلي في حتة تانية ان شاء الله، الجاي افضل باذن الله، باذن الله القادم افضل ان شاء الله. كابتن علاء الرحمن شكرا يا كابتن شرف. شكرا يا كابتن، وان شاء الله القادم افضل. كابتن علاء ميهوب شكرا يا كابتن. شكرك يا ايمن، وكلمه بس اخيره جمهور النادي الاهلي، ارجو ما يزعلوش، يعمل الفريق دي فرحهم الحمد لله ويفرحهم كمان باذن الله. طول عمركم ورا فريقكم في كل الاوقات، فخورين دايما بفرقتنا وبنادينا طبعا على طول، اكيد دي حاجه منتهيه تماما. كابتن احمد بلال شكرا يا كابتن شرف. اشكرك كابتن ايمن، وبالتوفيق للاهلي في ما قادم باذن الله ان شاء الله. وشكرا لكم ايضا المتابعه، في فيديو تحليلي اخر لكم مني، اطيب المنى وارق تحياتي.